مصرع 12 وإصابة 39 في تصادم قطاري ركاب وبضائع في البحيرة. ومجلس الوزراء يكلف وزير النقل بمتابعة الحادث ويشكل لجنة هندسية لمعرفة الملابسات. الحكومة توافق على مد مهلة تقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة وتدعم وحدات الإسكان الاجتماعي ب40,000 جنيه. النائب العام يأمر بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات. مساء الخير على حضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من الحياة اليوم. أنا نهاوند سري وده النهاردة الأربع ومعانا أخبار كتيرة جدا، بس خليني أبدأ مع حضراتكم لأن للأسف في حادث تصادم لقطارين راح ضحيته النهاردة عدد من المواطنين في البحيرة. وخلينا هنا بقى نقول أن الحرب على الإرهاب أعتقد في الوقت اللي احنا فيه ده غير كافي، احنا محتاجين كمان حرب موازية، حرب موازية بس حرب موازية على الفساد. خلينا نقول أن ده بيتم بالفعل ويمكن شاهدناه في الفترة اللي فاتت، لكن هي حرب من نوع أخرى، حرب خلينا نقول كمان على الإهمال اللي بيضيع كتير جدا من البنى والمجهودات اللي بتتم على أرض الواقع في هذه البلد. خليني أقول لحضراتكم كمان إن احنا هنتابع بيان الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، وده ملف في غاية الأهمية طبعا بخصوص ممارسات قطر وتمويلها للإرهاب، وهنستعرض كمان مع حضراتكم مجموعة مميزة من التغطيات المهنية لعدد من القضايا اللي لسه مكملة معنا. من جانب تاني بقى هنتكلم وهنعرض مع حضراتكم شوية طاقة إيجابية كده اللي أنا كان نفسي أن أنا أبتدي الحلقة النهاردة بيها، لأني راجع من مؤتمر الصراحة كان كله طاقة إيجابية، كان كله شغل وكان كله بناء بيتم على أرض الواقع. مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل خلينا نقول أو نسخته الثالثة، بس عايزة أنقل لحضراتكم المشهد أو الصورة. حقيقي إحنا كمصريين لازم نكون فخورين بنفسنا، ولازم كمان أن إحنا نفتخر بالمصريين اللي في الخارج، لأن حقيقي كان في تقريبا 23 عالم مصري في الخارج بيمثلنا بشكل يعني عايزة أقول بشكل مشرف جدا، بشكل فيه نوع من النقل للصورة الحقيقية عن المصريين اللي احنا بنتمنى كلنا نكون بنمثلها. هنتكلم برضو وعينا فقرة كاملة هيكون معنا ضيف فيها لأحد العلماء المصريين تحديدا في أمريكا، هو دكتور هشام العسكري، وهنتكلم معه كمان من الجانب الإنساني لأن ده مهم جدا، أو الجانب الشخصي، عايزين نعرف إزاي ممكن ننقل التجربة دي للأجيال اللي جاية، إزاي الشباب الطموح اللي عندنا في البلد كمان ممكن إن هو يعني ياخد التجارب دي ويطبقها في حياته. يمكن في أوقات بيكون الشباب عنده إحباط أو بيكون عنده صعوبات في حياته، لكن إزاي إن أنا أقدر إن أنا أتغلب بفكري على كل الصعوبات دي، حتى لو عايزين نقول العالم كله ضدك أنت المهم إنك توصل للهدف اللي أنت رسمه لنفسك، ده مهم جدا. تابعونا إن شاء الله على مدار الحلقة تكون حلقة فيها كتير من الأخبار المهمة. هبدأ بقى مع حضراتكم أول أخبارنا، وزي ما كنت بتكلم هو خبر مؤسف جدا. من ساعات يمكن مش كتيرة وقع حادث تصادم هنا قطار ركاب، ده كان بقطار بضائع في البحيرة. مش أول مرة نسمع يعني عن حوادث زي كده للأسف الشديد، بس خليني أقول لحضراتكم عن الحادث ده، أنه أسفر عن وفاة تقريبا 12 شخص وكمان إصابة ل 39، ده بحسب بيان وزارة الصحة اللي أعلنت كمان الدفع ب 30 سيارة إسعاف مجهزة لموقع حادث تصادم قطار بضائع بآخر ركاب على خط هنا من كلمة المناشي في قرية أبو الخوي مركز تحديدا كوم حمادة. ده في الوقت كمان اللي كلف فيه رئيس الحكومة دكتور هشام الوزير رئيس الحكومة سيادة الوزير وزير النقل بالانتقال بقى لموقع الحادث علشان يتابع هنا تداعيات الحادث، وكمان كلف وزير الصحة بسرعة رفع كفاءة المستشفيات لاستقبال المصابين وكمان تقديم الدعم اللازم. زي ما كنت بقول لحضراتكم دي مش أول مرة إن احنا نسمع حادث زي ده إن هو بيحصل، ومش أول مرة يكون فيه برضو متوفين، ومش أول مرة يكون فيه مصابين. احنا عايزين نفهم هو ده نتاج إهمال ولا في مشكلة تانية احنا محتاجين نلتفت ليها؟ طيب هل وزارة النقل برضو هتطلع بيان وتقول إنه يعني احنا لسه اللجنة الهندسية حسب المعلومات دلوقتي هي لسه ما توصلتش ليه السبب الحقيقي؟ بس خلينا نتابع مع حضراتكم لأن أعتقد الموضوع بقى متكرر مؤخرا بشكل كبير.
خلينا ناخد على التليفون المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة. سيادة المحافظة مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك. خليني أبدأ كده الأول أفهم اللي حصل لحضرتك، أكيد لديك معلومات وعايز أعرف إزاي برضو المحافظة هنا هتتعامل مع يعني أهالي الضحايا والمصابين. تفضل يا فندم. أيوة تفضلي. حضرتك سامعاني يا دكتور نادي؟ حضرتك سامعاني؟ سامعاكي اتفضلي. انا بسال حضرتك، عايزين نعرف لو لديكي معلومات برضو جديده، وعايزه اعرف برضو الكواليس اللي حصلت هناك وازاي المحافظه هنا بتتعامل برضو مع اهالي المصابين والضحايا. هو هقول لحضرتك والله، هو طبعا الحدث ده كان الساعه 1:15 تقريبا في كومة بيكا في قريه صغيره، وبلغنا بيه. كان كل التجهيزات جهزت الحمد لله، الاسعافات كانت هناك، كل الناس العقابيين والمسؤولين، الحمايه المدنيه، مدير الامن، قعدوا وجهزوا زي الساعه 2:30. والحقيقه كان كل المصابين تم نقلهم للمستشفيات وايضا الوفيات. يعني كان عندنا حوالي 10 وفيات. يعني هنقول الرقم ده شبه دقيق، لكن لازم هنستنى لغايه اخر اليوم والغدا. يعني هي وزاره الصحه كانت قالت 12 يا فندم مش 10 بس. بصي هقول لحضرتك، هو لغايه دلوقتي احنا عارفين ان هو 10، يعني ربما في حاجه انا مش عارفاها، لكن انا عارفه ان في 7 وفيات في دمنهور، ومنهم 5 وفيات و2 اشلاء. نعم. وكان في 2 توفهم في مستشفى بدر، وواحد كان توفى في الاول خالص واهله نقلوه بمعرفته. طيب ربما يكون في حاجه ثانيه. انا ما انا خليني اقول لحضرتك برضو، خلينا لو يعني استسمحك تخليكي معانا على التليفون، لان دكتور خالد مجاهد برضو معايا دلوقتي المتحدث باسم وزاره الصحه، نحاول نفهم منه بقى الارقام بشكل اكثر دقه. يا دكتور خالد مساء الخير على حضرتك في البدايه. مساء الخير يا استاذ مهند، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لمال الوزيره. يعني اول مداخله ما بيننا في البرنامج الجديد، كان نفسي ان احنا نقول اخبار او وربنا يا رب يوفقك. بشكرك جدا، بشكرك جدا، وكان نفسي يبقى في خبر كويس، بس للاسف احنا بنسال حضرتك دلوقتي في ضحايا، فخليني اعرف بدايه الرقم الحقيقي للضحايا والمصابين كده بعد التعليق على الحادث. اقول لحضرتك خبر كويس، بس يعني خلينا مبدئيا في الحادث. طبعا خالص تعزينا لاسر المتوفين، ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل. ويعني خليني اقول لحضرتك العدد النهائي في البيان الصادر النهائي من وزاره الصحه بخصوص الارقام، أعداد الوفيات النهائية 12 وفاة، 12، وأعداد المصابين النهائي 39 مصاب. بالنسبة للمتوفين الأعداد النهائية، احنا عندنا 7 حالات وفاة في مستشفى دمنهور التعليمي، وجثتين أشلاء، وطفل توفى في موقع الحادث زي ما ذكرت معالي الوزيرة محافظة البحيرة، وتم تسليم الجثة أو أهله تسلموا الجثة على طول، وجثتين في مستشفى بدر خالص التعازي مرة أخرى لهم جميعا. بالنسبة للمصابين، فإحنا عندنا الإصابات طبعا فور وقوع الحادث، الإصابات اتنقلت في البداية لمستشفيات بدر وإيتاي البارود ووادي النطرون ودمنهور التعليمي. السيد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وجه بأن كل الحالات يتم نقلها لمستشفى دمنهور التعليمي، لأن هي المستشفى دي هي مستشفى الإحالة الخاصة بمحافظة البحيرة، زي محافظة القاهرة عندنا مستشفى الإحالة معهد ناصر، دي زيها في محافظة البحيرة. المستشفى فيها كل التخصصات، كل الجراحات، فيها 7 غرف عمليات بيعملوا في نفس التوقيت مع الحالات اللي راحت. يعني المستشفيات نقدر نطمن من حضرتك ان هما كانوا مجهزين يا فندم، صح كده؟ عفوا يا فندم، يعني المستشفيات كانت مجهزه بشكل يسمح ان هي تستقبل المصابين والضحايا. مستشفيات الحاله دي يا فندم، خليني اقول لحضرتك، يمكن يعني اول مره اتكلم مع حضرتك في القصه دي، مستشفيات الحاله دي منظومه جديده استحدثها السيد الوزير الدكتور احمد عماد لاستقبال الحوادث الكبرى والكوارث. المنظومه دي مستشفياتها بيكون فيها جراحات العامه والعظام والمخ والاعصاب كويس جدا، والتجميل، يعني كل الجراحات الدقيقه، جراحات القلب والصدر للتعامل مع الحالات، وفيها غرف عمليات واسره رعايه مركزه فاضيه للحوادث. طيب دكتور خالد، عشان الوقت للاسف، بس انا هستاذنك في ثواني تقولي الخبر الجيد بعد اذنك. الخبر الجيد النهارده السيد الوزير يعني الدكتور احمد عماد بيترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحه العرب في جامعه الدول العربيه. النهارده صباحا كان الاجتماع التمهيدي، ان شاء الله غدا يكون مجلس وزراء الصحه العرب الجلسه الافتتاحيه
تنعقد صباحا، واليوم كان بيترأس المكتب التنفيذي للمجلس، وكان في مقترح بمكافحة التدخين في الأماكن العامة والإعلان عنه في وسائل الإعلام. ده يتم تقديمه أمام القمة العربية المقبلة إن شاء الله، وتم إعداد ملف صحي لطرحه في القمة العربية المقبلة المقررة في السعودية في مارس المقبل بشأن تبني هذا المقترح على المستوى العربي بمكافحة التدخين. ده خبر يعني إحنا كنا منتظرينه ويمكن دكتور خالد من سنوات طويلة. على كل حال خبر جيد وكل التوفيق، ومتابعين برضو مع حضرتك. هنروح لفاصل سريع جدا هنرجع نكمل مع حضرتك. برحب بحضراتكم مرة تانية، ومعانا على التليفون ما زالت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة. يا باشمهندس حضرتك معايا سيادة المحافظة؟ طيب نحاول نرجع مرة تانية، لأن مهم كمان نعرف دلوقتي المحافظة هتتعامل إزاي. طب هل هيكون في سيادة المحافظة حضرتك معايا على التليفون؟ أيوة معاك، اتفضلي. أهلا بحضرتك مرة تانية. خليني أرجع برضو يعني زي ما كان دكتور خالد هنا بيأكد الرقم، زي ما احنا كنا بنقول هو 12 فعلا متوفي و 39 يمكن مصاب. خليني بس أحاول، بس أنا برضو يعني هحب أتأكد إن أنا يعني عارفة إن 9 متوفين يقولي 5 وفاة و2 أسلاء، هتأكد بعد كده بالأسماء. طيب يعني ده بيان وزارة الصحة، خلينا نقول وكل ده هنتأكد منه. يعني احنا بنرجع في الأمور دي لوزارة الصحة. على كل حال خليني أعرف من حضرتك، ومهم جدا إن احنا ننقل برضو الكواليس، حضرتك نزلتي بنفسك ورحتي مكان الحادث؟ طبعاً أهالي طبعاً. أهالي هناك الأهالي بتوع المتوفين أو المصابين، التعامل كان إزاي؟ الوضع كان عامل إزاي؟ كان ممتاز، كان هم بس بيجوا عايزين مزلقان، ولو إن أنا مش عارفة مزلقان، أنت عارفة هو مش طريقين يعني، هو قطار واحد والمفروض خطين بيمشوا عليه. الكلام ده كله طبعا هننقله للسيد معالي وزير النقل، ووصل للمكان ايضا الساعه 3 او 3:30، بس احنا كنا توجهنا الى المستشفيات، لان من الصبح ساعه ما سمعنا من واحده لربع بعثنا يعني عربات اسعاف كثيره، حتى بعد انتهاء النقل كل المصابين والمتوفين لقيت هناك في 7-8 عربات اسعاف. السيد وزير الامن الحقيقه كان موجود، السيد وزير المباحث موجود، رئيس الرقابه عندنا في البحيره، المخابرات الحربيه، الحقيقه كل يعني الناس رقابين، طبعا الصحه طبعا البيطري. طيب هل في اي تقرير مبدئي، هل في اي حاجه نقدر نفهمها نوصلها للساده المشاهدين عن سبب الحادث؟ برضو عايزين نفهم سبب الحادث. انا ما اقدرش اتدخل فيه لسه، احنا كنا مستنيين النائب العام، مستنيين النيابه، مستنيين قرار السيد وزير النقل، هو يعني اقدر منا ان هو يقدر يفسر المطلوب. لكن انا برضو انا سامع حضرتك في الاول، يعني انا بقول معظم هذه الحوادث بتبقى فيها اخطاء بشريه، معظمها ما اقدرش اقول كلها، لكن معظمها، لان مثلا انا ما شفت القطارين النهارده، واضح ان 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 التصادم عن سرعه عاليه. طب لو كان في تحويله ولا حاجه المفروض القطار الاخر يهدي، صح؟ يعني ده اضعف الايمان. فاحنا عايزين نقول لكل السائقين، لكل الناس اللي بتبقى حامله ارواح المواطنين دي، يعني ناخد بالنا شويه اكتر، ناخد بالنا. وعلى الصعيد الثاني يكون في تطبيق للقانون بشكل هنا رادع، ان معلش بقى احنا مش عايزين نسمع كل شويه حادث حتى لو على فتره زمنيه كبيره، لكن احنا مش عايزين نسمع كل شويه. وللاسف احنا ما عندناش في مصر على فتره زمنيه كبيره، هي بتبقى فترات للاسف قصيره جدا، يمكن منظومه يعني السكه الحديد كلها عايزه اعاده هيكله مره ثانيه، فلازم يكون في بقى حاجه بتتم، لان كل شويه ارواح بتروح من المصريين، ده شيء صراحه غير مقبول. والله برضو معلش مش هختلف مع حضرتك، حتى لو تطويره السكه الحديد اتغيرت، البشر هم اللي بيقدروا يحكموا هذه الهيكله او هذه الخطه. ما هو لازم يكون في محاسبه حقيقيه يا سياده المحافظه. من اول يا استاذه، لو انا هعمل متابعه على 12 مليون بيشتغلوا مع حاجه، مش هو ده الحل. لازم احنا كمصريين واعز من 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 ضميرنا، واعز من نفسنا، ان احنا نتقن عملنا، ان احنا يعني ناخد بالنا من ان احنا حاملين هؤلاء المواطنين.
أنا بشكرك جدا سيادة المحافظة نادية عبده محافظ البحيرة. يمكن ما فيش اختلاف بين الكلام اللي أنا قلته والكلام اللي سيادة المحافظة اتكلمت فيه. في الأول وفي الآخر دي منظومة وكلنا بنشهد، وأي وزير نقل بيجي بيتكلم إن هذه المنظومة محتاجة فلوس كتيرة جدا ومحتاجة كمان إعادة هيكلة، وكلنا شاهدين إن اللي بيحصل ده ما هواش بيحصل كل مثلا 5 6 سنين، لا ده بيحصل في السنة أكتر من مرة. فالحل إيه؟ ممكن يكون في عنصر بشري، ما العنصر البشري برضو ممكن إن هو يتحكم بقانون رادع، ان انا ما اقدرش ان انا افوت حاجه زي كده انها تحصل ونقول معلش او نقول هنحاسب، وفي الاخر ما بنبقاش عارفين بالظبط هل الشخص ده نال عقابه، كان في حساب رادع للي بعده ولا لا. ده شيء احنا محتاجين نتابعه بصراحه. خلينا نشوف هذا التقرير وهنرجع نكمل مع حضراتكم. لقي 12 شخص مسرعهم وأصيب 39 آخرين إثر اصطدام قطارين بخط إيتاي البارود القاهرة أمام محطة أبو الخاوي في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك وفقا لما قاله الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الذي أكد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب30 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى إيتاي البارود وبدر بناء على طلب المصابين، مؤكدا أن الأعداد ما زالت مبدئية وما زال الحصر مستمر. وقال اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة أنه قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين القطارين رقم 691 و694 ركاب بخط المناشي في محطة الطيرية، وأن الوفيات نتجت عن انفصال عربتين من قطار الركاب واصطدامهما بقطار بضائع. وأعلنت هيئة السكة الحديد عن سقوط عجلة البوجي من العربة الثالثة لقطار رقم 678 ركاب إيتاي البارود القاهرة طريق المناشي أثناء مسيرته بمحطة أبو الخاوي، مما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار طفلة المخزن على السكة. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه على الفور تم الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي نتيجة سقوطها بحوش المحطة. وعقب تلقي النيابة العامة إخطارا بوقوع حادث القطارين، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة إلى منطقة الحادث لإجراء المعاينة اللازمة ونقل المتوفين إلى أقرب مستشفى، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم لذويهم عقب التعرف عليهم، والانتقال إلى المستشفيات لسماع شهادات المصابين من جراء الحادث. كما أمر النائب العام بندب لجنة هندسية للانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه والمسؤول عنه تحديدا. إسراء سعد، الحياة اليوم. بقاء لله طبعا في اخواتنا اللي توفوا، ربنا يصبر اهاليهم، واتمنى ان احنا ما نقولش الجمله دي تاني يعني جراء اي حادث. طبعا حوادث الطرق والقطارات وغيره دي موجوده في العالم كله، لكن بتكون بنسب معينه، وده اللي احنا بنتكلم فيه. نسبه عندنا ربما تكون مرتفعه للاسف. نكمل مع حضراتكم بقى من حادث هنا البحيرة لاجتماع النهاردة الأسبوعي لمجلس الوزراء اللي انتهى بالموافقة على مشروع قانون إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، هنا مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب. نص مشروع القانون على إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أن يعاقب السجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وإذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ده بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس بإقرار توفيق أوضاع هنا عدد 53 كنيسة ومبنى خدمي تابع. خلينا ناخد على التليفون ونفهم أكتر طبعا سيادة السفير أشرف السلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة السفير مساء الخير يا فندم على حضرتك. أهلا، مساء الخير. أهلا بحضرتك. نتكلم أكتر أو عايزين نفهم من حضرتك أكتر عن قرارات الحكومة اللي اتخذتها اليوم في الاجتماع، وبعدين هروح مع حضرتك لنقطة تانية وهي نقطة القطار أو الحادث اللي محتاجة أسمع من حضرتك برضو تعليق. تفضل سيادة السفير. النهاردة كان اجتماع مجلس الوزراء، كان فيه الحقيقة عدد من الموضوعات كلها موضوعات في مجالات مختلفة وموضوعات مهمة. يمكن حضرتك أشرتي إلى مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
طبعا احنا كلنا نعلم انه في مجال قطاع الدواء هناك حاجة الى تعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع. احنا الدولة الحقيقة بتعيد تنظيم الكثير من القطاعات منها قطاع الدواء، ويمكن المشروع القانون اللي بينص على المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية ده هيكون معني بوضع السياسة العامة للدواء والتكنولوجيا والرقابة عليها في مصر، من حيث البرامج، من حيث تنظيم القطاع الدواء. احنا شفنا يمكن في الفترة اللي فاتت كان في يعني بعض الأمور لم تكن منظمة بشكل جيد، بعض التشريعات كان مضى عليها فترات طويلة، وهناك حاجة إلى أنه يكون في تشريع جديد يأخذ في الاعتبار مستجدات على أرض الواقع، وأيضا يضيف خطط وبرامج تسمح بتطوير قطاع الدواء. على سبيل المثال مسألة الشراء الموحد، مسألة أنه يكون في رقابة على إدارة الدواء في مصر بشكل جيد. نعم. طيب خليني أروح مع حضرتك لو تسمح لي، وعايزين نسمع برضو كده التحليل أو وجهة نظر هنا برضو مجلس الوزراء في الحادث اللي حصل النهاردة وفي الحوادث المتكررة، وإلى متى برضو سيادة السفير يعني كمواطن مصري ممكن يكون بيسأل السؤال ده دلوقتي هو بيتفرج علينا. تفضل يا فندم. بالتأكيد، أولا إحنا يعني كلنا نعلم إن هذا قطاع يعني الحقيقة هو قطاع مهم جدا لأنه بيمس بشكل مباشر سلامة المواطنين. أولا أنا أبدأ بتقديم التعازي لأهالي الضحايا اللي يعني توفوا اليوم في هذا الحادث، وطبعا أتمنى للمصابين إن هم يعني سرعة الشفاء بإذن الله. لكن طبعا هذا القطاع قطاع مهم، واحنا بنقول انه رغم ان هذا القطاع استمر لفترة طويلة جدا لمدة سنوات طويلة دون ان يحظى بقدر كاف من الاهتمام والتطوير، لكن احنا دلوقتي بنعمل على تطوير هذا القطاع بشكل كامل. اولا بعض الخطوط بدأ العمل على موضوع السلامة من حيث الاشارات، من حيث سلامة الخط. هناك تطوير في بعض الخطوط بدأ بالفعل منذ فترة، وإن شاء الله يعني الخطوط لما يكمل العمل فيها يبقى على الأقل مفيش أي حوادث من حيث السلام. طبعا هناك حاجة لتجديد كامل في هذا القطاع، سواء من حيث الجرارات، من حيث العربات، من حيث حتى إنشاء خطوط جديدة، يعني خطوط للربط جديدة ما بين محافظات وأماكن على مستوى الجمهورية بشكل كامل. وده اللي احنا قمنا به، الحكومة قامت به في الفترة اللي فاتت من خلال تعاقدات جديدة مع عدد كبير من الشركات الدولية. هناك ميزانية تقدر بحوالي 54 مليار جنيه مخصصة لهذا القطاع لتطويره بشكل كامل، ولكن طبعا يعني احنا بنتكلم في قطاع السكة الحديد هنا يا فندم، صح؟ الوقت وبيتم بشكل تدريجي. ال 54 مليار دول حضرتك بتتكلم فيهم مخصصين للسكة الحديد فقط؟ 54 مليار للسكة الحديد فقط. ما بين تطوير إجراءات الأمان على على الخطوط، وما بين تحديث بعض الخطوط وشراء عربات جديدة وشراء جرارات جديدة. ده خبر أعتقد جيد جدا، يعني ممكن إن إحنا أو ممكن يهدي الوضع شوية، بس إحنا نأمل إن الموضوع يبدأ بقى. لكل حال سيادة اتفضل. عملية التطوير بدأت بالفعل، بعض الخطوط بدأ بالفعل منذ أكثر من عام أو عامين. عملية تطوير الإشارات، ما كانت الإشارات بحيث أنها تتم بنظام إلكتروني حديث، اللي حقيقة كان في نظام الإشارات كان بقاله فترة طويلة جدا لم يتم تطويره، والآن المعايير الدولية أصبحت يعني مختلفة تماما، ونحن نسعى أنه تكون إجراءات السلامة على هذه الخطوط وفق المعايير الدولية. وعشان كده بدأ التحديث فعلا في نظام الأمان والإشارات. نعم. لكن أيضا التطوير مش بس في الأمان، إن شاء الله هو بيطال
مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، في عربات جديدة، في جرارات جديدة، في أيضا خطوط جديدة سيتم إنشائها إن شاء الله على مستوى الجمهورية. أنا بشكرك سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وهقول تاني أنا بتمنى نبدأ بقى، بس مش نبدأ العمل، نبدأ نشوف النتائج، هي دي النقطة اللي أنا كنت أقصدها. خلينا نروح بعد كده لوزارة التموين. وزير التموين كان في اجتماع مع الحكومة، ده كان في إطار الحرب على الشائعات اللي انتشرت بخصوص احتياج هنا سيناء لمواد غذائية. احنا سمعنا الموضوع ده وكان منتشر، فده جه رد، كلف هنا الدكتور علي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسيير قافلة ضخمة من السلع الغذائية والأساسية والخضروات الطازجة لعرضها في الأسواق بسعر التكلفة، ده تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار ضخ السلع الغذائية لأهالي شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة واللواء السيد عبد الفتاح عرحور محافظ شمال سيناء. تضمنت هنا القافلة كميات كبيرة من الرز والزيت والصلصة والجبن والمكرونة واللحمة والدواجن والألبان والزبادي والخضروات الطازجة من الطماطم. احنا هنا بنتكلم يمكن بشكل أكثر تفصيلا وشكل مفصل، بس علشان برضو المعلومة تكون واصلة لحضراتكم. خليني أقول كمان نكلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، ومساندة أيضا للقطاع الخاص في تدبير كميات إضافية من الخضر الطازجة وكمان الألبان. ده ردا على الشائعات اللي كانت منتشرة، بقول لحضراتكم مرة تانية ده جه نص البيان فيه من وزارة التموين. من الحكومة بقى إلى قرار النائب العام المستشار نبيل صادق الصادر بمتابعة وضبط هنا وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، أكد بيان رسمي صادر من مكتب النائب العام المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وأيضا إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وهنا ما يترتب عليه زي ما كلنا متابعين من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية. خلينا نروح نتابع هذا التقرير، ده بعنوان يعني كلنا معاك من أجل مصر، ونرجع نكمل مع حضراتكم. في إطار مواصلة حملة كلنا معاك من أجل مصر في عقد مؤتمراتها الجماهيرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة والمزمع إجراؤها الشهر المقبل، شهدت محافظات مصر المختلفة تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة من كافة الأحزاب والمؤسسات وكبار المشايخ والعواقل ورجال الدين والأزهر والكنيسة للإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بحضور الآلاف من الرجال والسيدات، حيث شهدت مدينة البرولس مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة كفر الشيخ في ثاني مؤتمر انتخابي حاشد بمركز البرولس بقاعة القوات المسلحة، وذلك لحث الناخبين على المشاركة وضمان الحصول على المركز الأول في عملية التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة مع تطبيق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وطبقا للضوابط الدستورية والقانونية ولقرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية. مؤتمر حضره أكثر من 4000 مواطن من أبناء مدينتي بلطيم والبرولس والقرى التابعة لهما، وقدم الصياد خالد مرزا الشاعر الذي ألقى قصيدة شعرية أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح مزرعة بركة غليون قصيدة شعرية عن إنجازات الرئيس السيسي في كافة المجالات. كما نظمت الحملة مؤتمرا جماهيريا بمركز مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، أكدوا فيه على تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين المواطنين بضرورة الأدلاء بالأصوات في صناديق الانتخابات والتي ستكون طلقات الرصاص في صدر المتربصين بمصر، مطالبين جموع المصريين بالاتحاد خلف القيادة السياسية لنعبر وتبقى مصر أكبر وأكبر، مشددين على ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة أبسط حق دستوري لكل مواطن في مصر، ومن الضروري عدم الاستماع لمن يسعون لتشويه العقول عبر ترويج الشائعات والأكاذيب.
طيب من أخبارنا بقى المحلية خلينا نروح للشأن الخارجي، واللي كان أبرزه بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ده الصادر ردا على وزير خارجية قطر في جنيف، واتهم البيان المشترك قطر بإشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية بمجلس الأمن، واستخدمت مصر والإمارات والسعودية والبحرين حق الرد في إطار الجزء رفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان. خلينا نروح نتابع هذه البيانات. تحرص مصر كل عام على اطلاع مجلسكم الموقر على ما تحققه على صعيد تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وتوفير البنية الأساسية لحقوق الإنسان، برغم كل ما واجهته وتواجهه من تحديات دقيقة، حيث استكملت مصر في زمن قياسي عملية البناء المؤسسي استنادا لدستور عصري يتواكب مع المعايير الدولية في صون الحقوق والحريات الأساسية. وتقبل مصر بعد أقل من شهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تعد الاستحقاق الانتخابي الرابع الذي تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيو، وجميعها تمت وستتم في إطار من النزاهة والشفافية بموجب ضمانات دستورية محكمة، وتحت إشراف مفوضية انتخابية مستقلة ومتابعة واسعة من المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية والإقليمية. نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجا ثابتا في جميع التدابير المتخذة. وتستند مبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه. كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الإنسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها. ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وما تبع من معاهدات، مرت دول العالم بتجارب مختلفة في تطبيقها لتلك المبادئ والمعاهدات، وذلك بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الشعوب. وكذلك يجب أن نفرق بين مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا والأمور الخلافية التي يروج لها البعض ويحاول فرضها. مرحبا بحضراتكم، وخلينا نقول ان النهارده هنفتح ملف الزراعه في مصر، ملف مهم جدا، ملف يمكن اساسي عندنا في الدوله، لكن الى حد ما ممكن نقول كان في مشاكل كتير او ما زال في مشاكل كتير. هنتكلم عن الرقعه الزراعيه الموجوده واحتياجات مصر كمان من الزراعه، وكيفيه استخدام هنا نقدر نقول مياه الصرف في الشرب بعد طبعا تدويرها، وازاي ممكن كمان نحقق تنميه مستدامه، والعقبات اللي بتواجه مصر في هذا الملف. خلينا بس نرحب بضيفنا، ضيف العزيز جدا دكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر. يا مساء الخير ومنورنا حقيقي في الحياة اليوم يا فندم. مساء الخير يا فندم. أبدأ بقى على طول من السؤال اللي ممكن يخلينا نفتح كل الملفات أو كل الجوانب، وأسأل حضرتك عن رؤيتك في الزراعة في مصر، لأن محتاجين نفهم. احنا عندنا مشاكل كتير، والمشاكل دي بقى لها فترة طويلة جدا وبنسمعها تقريبا كل فترة، وهي نفس المشاكل، يعني مش مشاكل كمان جديدة. وبنتكلم برضو عن هنا الثقافة اللي موجودة أصلا عند الفلاح المصري، وإزاي بيستخدم أساليب برضو إلى حد كبير بدائية جدا. فأنا هسأل حضرتك عشان نقدر نجاوب على كل النقاط دي. اتفضل يا فندم. رؤيتي أنا للزراعة، احنا دلوقتي لو هنبص للعالم، معظم الزراعات بتعتمد على زراعة أحادية التنوع بنسميها المونوكالتشر، ودي بنضطر فيها بنستخدم كيماويات كثيرة سواء أسمدة أو مبيدات ما إلى آخره. وأعتقد إحنا بنتكلم عن تغير المناخ وعن الأضرار اللي حادثة للتربة والمياه الجوفية والهواء ما إلى آخره. لابد ان احنا نتجه الى نظام زراعي نراعي في احتياجات النباتات بطريقه صحيحه، وهي طبعا
المياه والضوء والمغازيات، ولازم نحمي هذه المنطقة على أساس حضرتك تكلمتي عن التنمية المستدامة، على أساس يكون هناك استدامة في الزراعة. فإحنا بنسمي هذا النموذج أجرو إيكو سيستم أو الزراعة المستدامة المتكاملة. يعني فإحنا هنا بنشوف احتياجات النباتات من الضوء، فإحنا بنوزع النباتات على احتياجات الضوء. وأنا ما عنديش زراعة من نوع واحد، إحنا عندنا أنواع كثيرة. عندنا نبتدي الأول بالحماية الأشجار، بالحماية بالأشجار يعني دي مصدات رياح بتحمي المنطقة الزراعية، وعندي فاكهة بعديها، وبعدين عندي محاصيل حقلية وخضروات، وعندي نباتات بتتحمل الظل، فدي بنزرعها تحت الأشجار وتحت أشجار الفاكهة وتحت الأشجار الخشبية. عندي نباتات متسلقة نفس الشيء بزرعها تحت الأشجار. أنا بحمل بعض أنواع الأشجار، أحمل معناها أنا بحط نوع مع الآخر، نوع مع الآخر في نفس المكان، فده اسمه تحميل. فدي ده بالنسبة للزراعة المحاصيل. لكن أنا محتاج دلوقتي للمغذيات، المغذيات دي بنجيبها عن طريق الأول استزراع الأسماك والخارج من استزراع الأسماك، مع الخارج من الحيوانات بنحاول نعمل ما يسمى الكمبوست أو الكمبوست تي، وده بتستخدم كمغذيات للمحاصيل. فأنا عندي سايكل متكامل، وهنا بيكون عندي في الطبقات اللي أنا ذكرتها سواء أشجار أو محاصيل حقلية أو خضروات، عندي تنوع في هذه المنطقة، وبالتالي أنا بقلل من أضرار الآفات والأمراض وبحافظ على هذا النظام. فأنا عندي نظام متكامل، عندي منتجات كثيرة، ولازم عشان أحسن الدخل لابد أن احنا نقوم أيضا بتكملة سلسلة قيمة متكاملة. معناها أن أنا دلوقتي لازم ندخلها إلى التصنيع وتدمج مع التصنيع الزراعي. بس ده عشان أوصل له لازم أعدي على مراحل كتيرة جدا، ولازم أصل لمرحلة معينة. خليني أبدأ بقى مع حضرتك وديتنا كده نظرة شاملة نخش في التفاصيل أكتر. أولا إحنا بنتكلم هنا عن الزراعة في مصر، الزراعة في مصر بتعاني من مشاكل كتير، والفلاح المصري بيعاني من بعض المشاكل، وعندنا أزمة تانية في فكرة برضو الأسلوب البدائي في الري وغيره اللي للأسف يعني بيكلفنا مية كتيرة أو نسبة من المية كتيرة جدا. خليني أبدأ مع حضرتك سؤالي، إحنا دلوقتي بنحتاج لو لديك معلومة طبعا نسبة المية تقريبا قد إيه اللي بنحتاجها في الزراعة في مصر؟ للأسف الشديد إحنا بنحتاج 86% من المياه في مصر للزراعة فقط. ده رقم عالي جدا طبعا، يعني معناها احنا بنستخدم حوالي 67 مليار متر مكعب فقط للمياه. يعني كل استخداماتنا للمية 78 منهم 67 فقط للزراعة. طب يعني الحل، يعني الحل احنا طبعاً عندنا أزمة دلوقتي كبيرة، واحنا يعني مصر مش هقول بتعاني من أزمة مية، ولكن الاستمرارية بهذا الشكل ربما هيعرضنا لأزمة كبيرة جدا في المية. فليه ما بيبقاش في فكرة اللي احنا دايما نقعد نسمعه التطوير أو دخول التكنولوجيا في مسائل الري وغيره، بنسمعها كتير. انا هقول لحضرتك التكنولوجيا ايه، التكنولوجيا كان القدماء المصريين عملوها يا فندم. احنا نرجع بقى للزمان بالظبط كده. احنا عندنا بخر عالي في مصر، فلازم نقلل من البخر. فالخدماء المصريين عملوا الري تحت سطح التربه، فلابد من العوده الى الري تحت سطح التربه. يعني المصريين الخدماء المصريين والصينيين كانوا بيروا تحت سطح التربه، وطبعا احنا عندنا حاليا التكنولوجيا والمعرفه، وطبعا هناك نظم ممتازه جدا للري تحت سطح التربة، هتوفر لنا مية كتير جدا، وليس هناك بخ، لا، ومفيش تكون أي أملاح، لأن كل الري تحت سطح التربة. طب ده ما بيتمش ولا بيتم بشكل قليل؟ لا، مفيش إلا يعني عدد قليل جدا من الأفدنة مزروعة بالري تحت سطح التربة. والسبب إيه يا فندم؟ السبب بيقولوا التكاليف عالية، لكن أعتقد إحنا
التغليف طبعا مهمة جدا وبالذات في أي مشاريع زراعية، لكن احنا ما عندناش بدائل أخرى إلا توفير المياه، لأن أنا أقدر أزرع بدل فدان فدانين، وهي دي النقطة. احنا محتاجين أيضا إلى أراضي زراعية أكثر من كده بكتير، فإحنا لازم نوفر في المياه. طيب كنت بتكلم حضرتك قبل الهوى على فكرة مصر تستطيع بأبناء النيل، ويمكن كان النسخة الثالثة كلها بتتكلم عن مياه النيل والزراعة، وكان علماءنا من الخارج كمان بيتكلموا في هذا الملف بأشكال وأجزاء مختلفة. خليني يعني أفهم برضو من حضرتك كده، شايف إزاي ممكن نطبق اللي علماءنا جم وبيحاولوا ينقلوه لينا هنا من أساليب مختلفة بتستخدم في دول مختلفة، مفروض الدول متقدمة جدا في هذه المجالات، إن احنا نطبقها في مصر؟ وهل احنا اصلا هنقدر، وهل عندنا برضو ما يكفي من نقدر نقول العنصر البشري كمان، ده عنصر مهم جدا، والتكنولوجيا والفلوس او التمويل اللي يسمح لنا ان احنا نحقق ده في مصر، ولا الموضوع بعيد شويه؟ اعتقد احنا ما عندناش طرق اخرى يا فندم، احنا لازم نتجه هذا الاتجاه. احنا لازم فعلا نوفر المياه. طبعا في تقنيات كثيره جدا، مش لازم نقول ان المصريين خارج البلاد، لا، المصريين داخل البلاد عندهم ايضا بعض كوادر كتير طبعا، واحنا اعتقد لازم كلنا نشتغل في تيم ورك او في مجموعات ان احنا نصل الى الحلول الصحيحه. لكن احنا ما عندناش بدائل، احنا لازم نتجه هذا الاتجاه. احنا عندنا فقر مائي، الطرق الزراعيه لابد ان هي تتحسن، لابد ان احنا نقلل من استخدامنا للكيماويات، لابد ان احنا نشوف الطرق الصحيحة عشان مكافحة تغير المناخ، دي في منتهى الأهمية أيضا. أنا مش شايف إن احنا عندنا وسائل بدائل الاختيار أخرى. يعني طبعا، فإحنا لازم نختار التقنيات الصحيحة، ولازم نحاول على قدر الإمكان يعني to practice it لو هذا ضروري. طب خليني أروح مع حضرتك لفكرة برضو الفلاح، أرجع لها مرة تانية. الفلاح المصري ازاي ممكن ان انا اشتغل على برضو تدريبه وعنده وعي اكتر واساليب مختلفه ومتطوره بيتم اتباعها بقى في الزراعه وغيره في الري، علشان اقدر ان انا احقق ده؟ ما هو انا مش هقدر احقق ده لو كان بس رغبه او توجه من الدوله، لو انا ما عنديش العنصر البشري اللي يحققه لي. ده صحيح 100%. فاحنا لابد الوعي، حضرتك اتكلمت عن الوعي، انا من واحد انا ابتدي بالوعي، لكن احنا بالنسبة للمزارعين فاحنا لازم يكون عندنا برامج ارشادية، ودي ممكن لها تقنيات كثيرة. واهم شيء لابد من انشاء نماذج، لان المزارع عايز يشوف نموذج عشان يعمل زيه، فدي شيء مهم جدا. بدايتنا ان احنا نعمل النماذج ونعمل بعض المزارع الارشادية، ونحسن من المرشدين الزراعيين، لابد انه يتعمل لهم capacity building، لابد ان هم يدربوا عشان يعطوا النصائح الصحيحة للمزارع المصري. هل حضرتك بتعتقد ان احنا في مصر، مش هتكلم على بس وزارة الزراعة او وزارة الري، بس ده الملف طبعا اللي احنا بنتكلم فيه تحديدا، بس على يعني اصعدة مختلفة بس نركز في الري، هل هنا احنا بنتكلم ان مصر عندها الثقافة في فكرة تغيير المناخ اللي حضرتك بتتكلم عنه وما سينتج عنه؟ لان احنا ممكن نكون ماشيين في يعني تنمية مستدامة وبنى وبعدين مش حاطين فكرة هنا تغيير المناخ اللي ممكن وهيحصل، بنتكلم في 20-25 سنة يعني الشكل تماما هيتعدل، يعني ده بناء على كلام العلماء في المؤتمر حسب ما احنا فهمنا. وده صحيح 100%. طيب تغير المناخ، وعشان كده اما حضرتك سالتيني عن الرؤيه دي، طبعا السبب الاساسي في هذا النظام الزراعي هو تغير المناخ. احنا بنعمل حمايه بالاشجار او مصدات الرياح، فاحنا بنغير ما يسمى البيئه المحيطه اللي هي ما بين مصدات الرياح، او بنسميها المايكروكلايد، بيحصل لها تغير. فاحنا هنا بنحاول نزود نحتفظ برطوبه التربه وبرطوبه النباتات، بنحمي الزراعه من العواصف، من الرياح والعواصف الرمليه، ودي كلها شيء مرتبطه بتغير المناخ. زائد ان احنا طبعا بنحاول التنوع اللي موجود ما بين أشجار مختلفة وكذا محاصيل مختلفة إلى تخزين ثاني أكسيد الكربون، وده شيء هام جدا
لان ده من احد اسباب الانبعاثات الحراريه، فاحنا بنختزن ثاني اكسيد الكربون في الشجره. طيب خليني يا دكتور اروح مع حضرتك للوقت، انا بحاول على قد ما اقدر في الوقت المتاح يعني ان انا اروح لكل المحاور المهمه. فكره بقى هنا اعاده تدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها في الشرب، دول كتيرة جدا شغالة في ده من فترة طويلة، يعني هل احنا دلوقتي بنتكلم ان مصر بتعمل ده، مصر متوجهة لعمل ده، مصر لديها القدرة ان هي تصل لده؟ يعني عايزين نفهم برضو. اوكي حضرتك بتسأليني عن اعادة تدوير استخدام الصرف الصحي بعد تدويرها للشرب. اوكي التقنيات ان احنا نعمل كده موجودة، لكن هل نعمل كده ده سؤال اخر. أنا أول مرة أسمع هذا الموضوع إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي للشرب بعد إعادة التدوير، حضرتك أول مرة؟ أنا أول مرة أسمعها إن هي تستخدم للشرب، إن هي تستخدم للزراعة وأنا بقول تقنيات موجودة وإحنا نقدر نصممها، مفيش أي مشكلة، لكن إحنا ليس عندنا رقابة صارمة تقوب برقابة هذا، لأن هو أنا بعمل معالجة وبربط هذا ببعض محاصيل معينة حسب نوعية المعالجة، فأنا ما أعرفش إذا كان أولا هل هتتم المعالجة بالطريقة الصحيحة. أنا محتاج هنا لرقابة، ودي من السهل تنفيذها، لكن أنا بعد كده حد المزارع، طب أنا هراقب المزارع إزاي؟ هل هو هيزرع اللي إحنا بنقول دي محاصيل معينة تزرع بيها؟ وهنا إذا لم تكن هناك رقابة فأنا أيضا لا أحبس استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة حتى لعدم وجود الرقابة الصارمة، عشان يكون هناك فعلا أمان لاستخدامنا لهذه المياه. وده المشكلة، لأن احنا عندنا في بعض المناطق بتستخدم مياه الصرف الصحي حتى بدون معالجة في الزراعة، وده طبعا كارثة لصحة الإنسان وللبيئة، فطبعا ما نقدرش نعمل كده. يعني أنا كان عندي أسئلة كتير للأسف دكتور، بس الوقت خلص. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتنا. دكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، وحيبقينا لقاء تاني متجدد، لأن أنا فعلا عايزة أتكلم حضرتك لسه في محاور كتيرة جدا، ونتابع برضو اللي بيحصل. شكرك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفاصل الفقرة اللي جاية. زي ما كنت نويت في بداية الحلقة، معانا دكتور هشام العسكري وأحد العلماء المصريين في أمريكا، وهو اللي كان مشارك أيضا في مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل اللي كان مقام في لوكسور. خليكم معنا بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية، ودي فقرة دكتور هشام العسكري، أو فقرة العلم، أو فقرة هنا نقدر نقول إن احنا ناخد كده طاقة إيجابية، يعني سموها زي ما حضراتكم عايزين، بس هي فقرة مفيدة. نقدر نقول في الأول وفي الآخر هي فقرة مفيدة جدا. مصر تستطيع، زي ما كلنا كنا بنتابع بأبناء النيل النسخة الثالثة اللي كان مقام في الأقصر، وكان مؤتمر يعني أكثر من ناجح، وكانت أمثلة كتيرة جدا مشرفة كنا بنشوفها كمصريين وكشباب صغير، إعلام بقى، صحافة، في قطاعات مختلفة كنا بنشوف وكنا بنسمع، ويمكن عن طريق البث المباشر كمان كان كل الناس بتتابع ايه بالظبط اللي بيحصل، وبتشوف نماذج ناجحه جدا اللي كمان اطفال مصريين في المدارس، كان في جلسه كامله وكان في حوار معاهم، واخدين جوائز كتيره جدا. يعني عندنا فعلا دلوقتي نقدر نقول عنصر بشري فعلا ناجح من كمان الاجيال اللي هي الجديده، حاجه فعلا تقدر تقول كده فيها طاقه ايجابيه او فيها شيء مبشر ان اللي جاي ان شاء الله اكيد هيكون افضل. خلينا نقول كمان ان شغل كبير جدا وشغل محترم جدا تم من قبل سيدة الوزيرة نبيلة مكرم، وهي هرجع أقول تاني من الوزراء حقيقي اللي عندهم نشاط وعندهم شغل حقيقي بيتم على أرض الواقع، وده مش بشهادة نهواند ولا بشهادة أي إعلامي آخر، ده بشهادة العلماء اللي هم أقروا إن، وده طبعا هنسمعه من ضيفي، بس هم أقروا إن فعلا المؤتمرات دي فعلا عملت همزة وصل، وهم كانوا منتظرين إن أي حد من الدولة يتواصل معاهم. وكمان فكرة إن أنا أكرم في بلدي دي ممكن إن هي تكون أكبر كتير جدا
جدا من اي تكريم في بلد تانية. خلينا نرحب ونسمع جزء علمي، وعايزين كمان نروح لجزء شخصي ونعرف الحياة كانت ازاي والجامعة وازاي النصايح اللي ممكن كمان الشباب الصغير يتعلمها من دكتور هشام. بس نرحب طبعا بالدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشعار عن بعد علوم نظام الارض بالولايات المتحدة الامريكية. يا مساء الخير. مساء النور يا نهاوند. حضرتك طبعا صديق عزيز جدا، وده مش اول مؤتمر نتقابل فيه. ميرسي خالص. هبدا مع حضرتك كده بتقييمك وبمنتهى الصراحه، وايه الفرق بين اخر مؤتمر والنسخه الثالثه عن قبلها قبل كده، وايه الرساله اللي ممكن نكون طلعنا منها كمان من هذا المؤتمر؟ مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، ومتشكر على الاستضافه الجميله، ومتشكر على الكلمات الطيبه، وبدون برضو تجميل في الكلام. المؤتمرات ديت او مؤتمرات مصر تستطيع فعلا خلقت همزه وصل بيننا وبين الدوله، فعلا خلقت همزه وصل، وادت فرصه للعلماء انهم يقعدوا مع بعض يعملوا عمليه عصف ذهني، برين ستورمينج، نتكلم مع بعض، نناقش بعض الامور اللي هي قد يهيئ للبعض ان هي مش في اجنده الدوله. مؤتمر مصر تستطيع بدون اي تحيز. اللقاءات دي بتدي فعلا نوع من الطاقة الإيجابية للمجتمع المصري، بتعلم الناس فكرة ان احنا نسمع بعض، سكيل مهمة جدا، مهارة مهمة جدا ان احنا نقعد نسمع، بتوري ان الدولة دي الدولة متحضرة، ودولة بتواكب اللي بيحصل في العالم كله. كل دول العالم المتقدمة المتحضرة اللي عندها نوع من الرؤية المستقبلية بتعمل إيفنتس بهذا الشكل، بتعمل مؤتمرات بهذا الشكل، بتتواصل مع أبنائها، بتتواصل مع العالم من خلال العلم. يعني الفكرة إن الناس زمان كانت بتقول العلماء فين، أو الناس اللي بتشتغل في العلم والتعليم فين أهميته. الدولة ابتدت توجه اهتمام لهذا الموضوع بشكل كبير جدا. أنا طبعا سعيد جدا بالمؤتمرات ديت، وسعيد بفرصة التواصل. احنا اتعلمنا المرة دي حاجة كويسة جدا، يعني أنا اتقابلت مع بعض الناس اللي أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أقدر أشتغل معاهم، وهم شافوا من خلال شغلي إن هم قد إيه أنا شغلي برضو ممكن يفيدهم. فعملية الانتجريشن ديت أو عملية التكامل ديت هتؤدي في الآخر إن شاء الله إلى حاجة كويسة بإذن الله. دكتور هشام، ازاي الناس، هخليني اتكلم هنا تحديدا في امريكا وهنتكلم تحديدا كمان على العلماء، بيشوفوا ومنتهى الصراحه، لان احنا مش عيب ان احنا نقول عندنا مشكله، على فكره طبعًا. انا عندي مشكله ان انا عايز احل طبعًا. ازاي بيشوفوا البحث العلمي والاهتمام بالعلماء في مصر بمنتهى الصراحه؟ يعني انا مش هقدر اقول لك هم شايفين الاهتمام بالبحث العلمي في مصر ازاي، لان ممكن ما يكونش هم ملمين بكل المعطيات اللي عندنا، ولكن يعني الدول المختلفه او دول متقدمه، امريكا مثلا بص للبحث العلمي ان هو قاطر التنميه دائما. يعني البحث العلمي ده هو الاساس، هو الشيء المحرك للدوله. وعلى فكره انا عايز اقول حاجه برضو، ان حضرتك تلاقي واحد بيتكلم على التغيرات المناخيه، او بيتكلم على حاجه يعني حاجه حاصله حوالينا في بلد زي مصر، ده شيء يعني شيء يحترم. اذا كان رئيس اكبر دوله في العالم امريكا ما كانش او مش يعني مش معترف بالتغيرات المناخيه، او عنده مشكله مع التغيرات المناخيه، ليه تويتس غريبه. فلما حضرتك تلاقي الكلام ده بيحصل في مصر، فده شيء يعني فيري بروجريسيف، يعني احنا فعلا بنتكلم في حاجات حقيقيه. بقى ما هو سؤالي هنا بقى لحضرتك ليه، يعني دي نقطه مهمه جدا، ممكن انا وحضرتك اتكلمنا في الموضوع ده واحنا في المؤتمر. ليه بسال الناس شايفانا فين؟ علشان احنا لما نشوف الناس شايفانا فين كمان نقدر نقيم نفسنا. احنا مثلا ملف التغيرات المناخيه اللي حضرتك كنت بتكلمني فيه وبنتناقش فيه في الاقصر، ملف هام جدا وفي غايه الاهميه طبعا. ولو احنا ما انتبهناش كدوله مصريه دلوقتي طبعا. احنا مش هنقدر نشوف يعني او نلم العقبات اللي طبعا. جايه كمان كذا سنه أكيد. فخلينا نركز في النقطه دي. حضرتك برضو تقييمك، هل فعلا احنا كدوله عندنا هذا الاستعداد ام لا؟ احنا عندنا النية ان احنا نعمل حاجة. انا معرفش هل احنا مستعدين 100% ان احنا نواكب او ان احنا نتعامل مع موضوع التغيرات المناخية. انا سامع ان في بعض الميجرز او بعض الاشياء اللي الدولة فعلا اتخذتها في مشاريع كبيرة جدا انا سمعتها بتحصل في اسكندرية، الهدف منها هو موضوع حماية الشواطئ والتأقلم مع التغيرات المناخية والادابتيشن، لان كمان 20 سنة اعتقد اسكندرية المنسوب بتاع البحر هيغرق او مش هيغرق يعني هيغطي في فترة زمنية محددة، بلاش نقول في يعني، لان برضو ما نقدرش نحددها بس هي مش قبل 20 سنة مثلا. لا مش قبل 20 سنة بس 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 هقول لحضرتك على حاجة، يعني احنا في السنوات السابقة يعني في اخر عدة سنوات احنا شفنا اللي بيحصل، شفنا كمية الامطار اللي حصلت مرة في اسكندرية، شفنا الصقيع او التلج اللي كان في القاهرة. صحيح.
وده شيء مش طبيعي. وكنت مرة كان عندي حوار مع حد كنا بنتكلم فبيقول لي ازاي انتوا بتتكلموا على تغيرات مناخية والجو في احترار عالمي واحنا سقعانين بهذا الشكل؟ انت شفت الصقيع اللي كان في اسكندرية واللي كان في القاهرة. وده بقى المفهوم الخاطئ، ان الناس متخيلة ان معنى كلمة global warming او الاحترار العالمي او التغيرات المناخية هي معنية فقط بزيادة درجة الحرارة، وهذا مش صحيح، لأن التغيرات المناخية هتجيب لهذا الكوكب بعض الإكستريم إيفنتس أو الإيفنتس اللي هي خارجة عن النطاق، سواء كانت أحداث شديدة البرودة، برودة قارسة جدا أو حرارة قارسة جدا. فإحنا معنى كلمة الجلوبال وورمينج إن حاجة هتلاقي أحداث يعني out of the norm، يعني حاجة مش طبيعية. بس خليني برضو أرجع لسؤالك تاني اللي هو العالم شايفنا فين أو البحث العلمي متشاف ازاي، او حضرتك حتى شايف البحث العلمي في مصر ازاي واصل لايه؟ انا شايف ان اصبح في اهتمام شويه، والدليل على كده ان انا قاعد مع حضرتك دلوقتي. انا شايف ان في نيه وفي رغبه حقيقيه من ناس كتيره جدا على مستويات مختلفه من الدوله. هل في التمويل اللازم ولا حضرتك بتعتقد لا احنا محتاجين اكتر؟ لا احنا محتاجين اكتر بكتير، احنا محتاجين اكتر، يمكن لا قلت مثلا 100 ضعف او 200 ضعف. احنا محتاجين فاندنج عالي جدا. البحث العلمي مكلف، البحث العلمي عمره ما كان رفاهيه، بس البحث العلمي هو اللي بيجلب الشعوبي، هو اللي بيطلع الشعوب من مراحل فقر الى مراحل تنميه. بص على سنغافوره دلوقتي. انا كنت في سنغافوره من حوالي كذا شهر، كان عندي مؤتمر هناك. لما تمشي في شوارع سنغافوره ما تحسهاش ان هي اقل من امريكا في اي شيء، تحس ان هي دوله قويه جدا، اقتصاد قوي جدا، اعتمدوا على البحث العلمي بشكل اعتمدوا كبير. عشان كده وصلوا اللي هم فيه دلوقتي. طب هل حضرتك بتشوف برضو ان البحث العلمي في مصر مشكلته فقط التمويل، ولا كمان نقدر نقول عنصر بشري؟ للأسف العنصر البشري معانا في حاجات كتيرة جدا. يعني أنا خليني أقول حسب برضو معلوماتي إن إحنا بالعكس عندنا أبحاث كتيرة جدا طلعت، ويمكن بأقل تكلفة ممكن وأقل إمكانيات، لكن طلعت حاجات محترمة، وزي ما إحنا بنقول بالمصطلح كده بتتحط في الدرج. فإحنا مش عندنا بس مشكلة تمويل، إحنا عندنا مشاكل أخرى. ده أكيد أنا متفق مع حضرتك، في طبعا مشكلة في العنصر البشري، ولكن المشكلة بتاعت العنصر البشري ديت ممكن علاجها، ممكن إيجاد حلول كتيرة. إزاي بقى يا فندم؟ التدريب، الكاباسيتي بيلدينج، إن إحنا إزاي نمرن الناس، إزاي اللي حضرتك شفتيه في مؤتمر مصر تستطيع، الفريق الرهيب اللي هو طلبة ستام سكولز اللي طلعوا وعملوا برزنتيشنز قدامنا وعملوا عروض، يعني ما حدش يصدق دولت أولاد عندهم 14 و15 سنة. هل الولاد دولت يعني هو ده الشيء الطبيعي اللي في مصر؟ يعني انا ما اعتقدش، ولكن احنا محتاجين نكتر من النماذج ديت. في مصر باحثين في منتهى العظمه، في منتهى القوه، ولكن البحث العلمي مشكلته ان احنا ما عندناش نوع من السلكتيفيتي، او ان احنا مش بنحسن الاختيار في الاماكن اللي احنا بننشر فيها شغلنا. المفروض، او انا في وجهه نظري شايف ان البحث العلمي لابد ان هو يتحط في اطار مؤسسي بشكل اكبر من كده، يتحط في اطار ان لازم نشجع العلماء والباحثين ان هم يبتدوا ينشروا في مجلات مرموقه عالميا ودوليا، مجلات ليها حيثيه وليها وضع، هو ده اللي هيعرف الناس بالبحث العلمي في مصر. انا اتمنى نكون بيئه يعني حاضنه جاذبه للعلماء، خلينا نقول كمان المصريين قبل اي حاجه تانية، ان الوضع لحد دلوقتي ان العلماء، وحضرتك برضو مثال تركته مصر، عايزه اتكلم بقى مع حضرتك في الجزئيه دي، ورحتوا علشان تقدروا تحققوا ده في الخارج. بس ارجع بقى لحضرتك من اسكندريه تحديدا. من اسكندريه. وحضرتك سافرت امتى؟ بعد مثلا الجامعه، بعد حضرتك اتخرجت من الجامعه تحديدا؟ انا اتخرجت من الجامعه، من كليه العلوم جامعه الاسكندريه، اللي انا طبعا بعتز ان انا بنتمي اليها وبفتخر ان انا بنتمي اليها. واتمرنت وتعلمت على ايد اساتذه فاضلين واساتذه محترمين، وهم، وعلى فكره العلم اللي احنا بنقدمه في امريكا او اللي احنا بنينا عليه شغلنا في امريكا احنا خدناه من مصر. ناس كتيره يعني. فانا خلصت 97، وبعد كده قعدت اشتغل في الماجستير شويه في مصر سنه ونص تقريبا، وبعد كده جالي فرص كتيره جدا، سواء كانت منح شخصيه او اعاره. مصر هي اللي سفرتني، مصر هي اللي طلعتني بعثه علشان اخد دكتوراه من امريكا. كويس. فانا بقديم بالفضل لمصر، يعني مصر برضو كان عندها الفورورد ثينكينج، يعني هي بتبعت ولادها بتبعت، وانا رجعت على فكره. فبعد ما خلصت الماجستير بتاعي او جزء من الماجستير، فجات لي الفرص ديت، فسافرت ابتديت اشتغل في الدكتوراه.
الدكتوراه. فالونج ذا واي يعني في الطريق بتاع الدكتوراه بتاعي خدت ماجستيرين، يعني 2 ماجستير كمان، وبعد كده خدت الدكتوراه وقعدت، وبعد كده قعدت عملت بوست دوك لفترة، ورجعت مصر استلمت عمل واشتغلت في كلية العلوم جامعة الإسكندرية لفترة قصيرة مش طويلة قوي. بعد كده جالي فرصة أخرى في أمريكا، فمشيت في الراوت النورمال يعني وسافرت. فأنا طلعت من مصر تقريبا 99 حتى يومنا هذا يعني. هيك اتجوزت من مصر ولا اتجوزت من الخارج؟ لا انا اتجوزت من مصر وانا في الخارج، يعني انا 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 يعني انا ده ازاي دي بقى؟ هو انا الصراحه يعني انا وانا في امريكا انا كنت مركز جدا في شغلي، وكنت مهتم جدا ان انا اخلص الشغل بتاعي في وقت قصير يعني. فوانا هناك ابتديت يعني ايه، حصل لقاء ما بين مراتي اسراء نوار حاليا مع اختي طبيبه عيون دكتوره منار العسكري. فهي منار كانت الطبيبه بتاعت اسراء في موقف صغير حصل في عين اسراء، فهي يعني كانت اللينك، هم حصل بينهم ترابط كبير جدا. وبعد كده ابتدينا احنا نتكلم، وقعدنا بقى على الانترنت، استخدمنا الماسنجر واستخدمنا الحاجات دي. النت اتجوز ناس كتير جدا، اتجوز ناس كتيره بالفعل، وده حصل معانا. يمكن احنا معانا صور اهي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا دكتوره اسراء زوجة دكتور هشام، وهي انتقلت بقى بعد كده مع حضرتك. اسراء بعد كده جت معايا امريكا، وهي حاليا مدير التطوير في مكتبات جامعه شابمان يونيفرسيتي في الليذر بي لايبرز، وهي برضو يعني عندها شيز ان اكتيفست، يعني بتتكلم جدا في حوار الاديان، ويعني معاها 3 ماسترز، يعني شاطره جدا. لازم مش هنتوقع اقل من ده. لا والله الصراحه يعني انا يعني جزء كبير جدا من نجاحي يعني بيرجع لعنصر المراه في حياتي. لا هنتكلم بقى دي، هنتكلم عن دي معلش. طبعا. بس الاول ودول ولاد حضرتك؟ محمد وسيف. محمد 14 سنة وهو دخل هاي سكول دلوقتي، وبيعمل ام يو ان موديل يونايتد نيشنز، يعني بيشتغل بنفس السيستم اللي هو الامم المتحده. سيف فنان كبير، سيف اللي هو لابس التايل الحمراء، هيز ا دايفر، هو بيلعب غطس محترم يعني، وفنان يعني ارتست كويس جدا. ومحمد هيز ا جيمنست، محمد بيلعب جمباز، وهم مرتبطين جدا من مصر وبيجوا كل صيف يعني بيجوا معانا هنا. حلو ان حضرتك بتجيبهم برضو ويبقوا عارفين بلدهم. لازم يعرفوا هم مين، لازم يعرفوا هم اصلهم ايه وعائلتهم مين والاوريجن بتاعهم فين. لازم يبقى عندهم الهويه بتاعتهم، لازم هم يبقوا فاهمين احنا نشأنا ازاي وتربينا ازاي وعملنا ايه، عشان ما يبقاش عندهم نوع من الانفصام. هم مصريين امريكيين، هم لازم يكونوا ملتد في الكوميونتي اللي بره، عايشين مع الناس اللي بره، ما همش اقل من حد بره، بس فاكرين وعارفين كويس، هم عارفين اصلهم وعارفين بلدهم. ليه داخلين في الجزء البيرسونال؟ لان ده مهم. في بعض الشباب اللي بيبقى أو أول ما يتخرج من الجامعة بيبقى لسه مش عارف، طب أركز في شغلي، طب أتجوز، طب أعمل إيه؟ وفي ناس بتعتقد، وأنا عندي أصحاب كده، عندي مثلا أصدقاء ليا بيقعدوا يتخرجوا وماستر ورا ماستر ودكتوراه وبينسوا تماما الجواز، وكأن في تعارض. عايزة بناء على تجربة حضرتك، حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم إن زوجة حضرتك ساعدتك بشكل كبير جدا، إزاي ممكن إحنا نوصل برضو بالثقافة دي في مصر، إن إحنا ممكن إحنا الاثنين ننجح مع بعض، مش لازم إن أنا أتخلى عن فكرة الزواج رجل او امراه يعني علشان احقق ذاتي، وازاي ممكن برضو التكافؤ ده يحصل في الزواج، ان احنا الاثنين نشجع بعض ان احنا ننجح. ده مهم قوي. تمام. هو زي ما انا قلت لحضرتك، كان عنصر المراه في حياتي كان مهم جدا يعني. انا والدتي شيزا كيمست، هي كيميائيه وخريجه كليه العلوم جامعه اسكندريه، فاحنا بيت علمي يعني، البيت كله علمي. ووالدي كان استاذ في كليه العلوم جامعه اسكندريه برضو، كان هي جيولوجي، كان عالم جيولوجيا. فوالدتي طول عمرها، وهي كانت صديقه للدكتور احمد زويل، وكانوا دفعه بعض يعني، دفعه مع بعض، فاحنا تربينا على ان هي تتمنى دايما تقول لي انا نفسي اشوفك زي احمد زويل، نفسي ان انت يعني تاخد نفس الخطه ديت. وحضرتك ماشي في الطريق يعني، ان شاء الله نشوف ده. ربنا يخليك يعني. لا حقيقي بجد من غير مجامله، يبقى شرف عظيم يعني. فهي اللي حطت فينا نوع من الـ يعني الحب للعلم، او الحب او الشغف للعلم والشغف للمعرفه.
مختلفه. لغايه بقى ما اتجوزت وسافرت انا كان عندي يعني ايه بعض المعطيات، يعني انا يمكن كانت معطياتي مختلفه شويه عن الحاجات اللي انا بدور عليها في شركه حياتي. فانا كنت بدور على حد يعني شاطر ناجح عنده فكره عنده ثقافه عنده رؤيه، والحمد لله ده اتحقق في اسراء. فانا اتجوزت بعد ما خلصت كواليفاينج اكزام، كان عندي حاجه مهمه امتحان مهم جدا في الدكتوراه لازم اخلصه، بعد كده طم الزواج. بعد ما حصل الزواج يعني انا يمكن ضحكت على اسراء، هي ما كانتش تعرف ان احنا لما سافرنا امريكا احنا اتجوزنا في شهر وسافرنا على طول. فبعد كده اتجوزته في شهر ده في شهر واحد يعني كنا عملنا كل حاجه، كنا اول مره نشوف بعض ويعني وتم كل شيء في حوالي 30 يوم بالظبط، لان دي كانت الاجازه اللي عندي. ده رقم قياسي، كان رقم في بيقعدوا 7 سنين ولا بيتجوزوا. احنا 30 يوم وسافرنا بعد كده. فبعد ما سافرنا فكنت اي بروميس ان احنا عندنا هاني مون رائع جدا وهنطلع هنعمل حاجات ظريفه جدا. فقلت لها احنا هنروح هيوستن، فهي جايه من اسكندريه بقى بنت صغيره مش عارفه ايه رايحه امريكا ففي منتهى السعاده. فاكتشفت ان احنا رايحين مؤتمر ده هاني مون هايل يا دكتور. وانا كان عندي محاضره هناك، فهي الصراحه يعني كانت مبسوطه وتفسحنا طبعا وكل حاجه، بس يعني ايه دي كانت البدايه. وبعد كده بقى يعني اسراء يعني لعبت دور كبير جدا في حياتي الصراحه، انا بدون لها يعني بالفضل يعني في اشياء كتيره جدا، يعني هي شي ستيكينج كير اوف، يعني كل حاجه انا بعملها او كل حلو حاجه حلو جدا الكابل ينجح مع بعض، الاثنين يكونوا بيرفعوا من بعض، مش ثقافه انا انجح لا انت او انت ما تنجحيش، يعني وهي لازم نعلي بعض احنا الاثنين. وهي في طريقها هي يعني ما شاء الله عليها شاطره جدا، يعني هي عملت تيدكس توك في ميونيك، اتعزمت هي في تكنيكال يونيفرسيتي اوف ميونيك وادت محاضره في التيدكس. وهي اكتيفست، يعني اسراء اصلا بعد ما انا هرجع مصر ان شاء الله هرجع امريكا، احنا ما ينفعش يكون موجودين مع بعض لان لازم ديفايد اند كونكر، لازم واحد مع الولاد. فهي بعد ما انا هسافر هي هتيجي ان شاء الله مصر ومعاها تيم حوالي 40 واحد من امريكا من اورنج كاونتي، يعني فريق كده جايين يتكلموا على الحوار جد. ثقافه الحوار، وهتاخدهم هيزوروا حاجات في مصر، هيروحوا للشيخ الازهر هيروحوا للكنيسه، يعني هي انهور ان يعني في العالم بتاعها هي ناجحه جدا ومتالقه جدا. كويس جدا. انا هروح بقى مع حضرتك نرجع للعلم شويه. تمام. في اي تعاون بيتم مع مثلا جامعه سويل حسب المعلومات عندي ان فيه؟ انا ما اعرفش حاجه جبت المعلومات دي منين، بس يعني انا عارف ان انا جاي مع اعلاميه شاطره، بس انا مش متخيل الشطاره توصل لكده. يعني معنا فريق الاعداد برضو مش سهلين. لا مش سهلين الصراحه. هو هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا الدكتور احمد زويل في العيله كان يمثل شيء مهم، لان انا والدي كان معيد على الدكتور احمد زويل، ووالدتي كانت دفعته وكانوا جايين من نفس البلد مع بعض، يعني فكانوا معرفه كبيره جدا. ويمكن برضو الناس ما حدش يعرفوا ان الدكتور احمد زويل كان زميل والدتي، زميل دراسه عزيز جدا، وكان هو احد اسباب الزواج اللي تم بين والدتي ووالدي. وبعد الزواج هو حضر زواج والدي ووالدتي وسافر تاني يوم راح امريكا، وانا حصل معاه لقاءات كتيره جدا في كالتك، يعني كنت دايما بروح انا جي بي ال بيبقى عندي ورك شوبس وعندي حاجات، فكنت دايما يعني اي مره بروح كالتك في شغل متعلق بيا كنت بعدي على الدكتور زويل اتكلم معاه اقعد معاه واتعلم منه اخذ من خبرته. لما جيت مصر او في الفترات السابقه حصل تواصل كبير جدا مع مدينه زويل، وبالفعل يعني انا رحت مدينه زويل كذا مره واديت محاضرات هناك، لدرجه ان انا يعني كان عندي يعني زي طلب مني ان انا يعني اشتغل جوه مدينه زويل وكده، يعني انا ما قدرتش ان انا اجي في الوقت ده لان كان برضو عندي حياتي بره وكده. ولكن الدكتور شريف صدقي يعني رئيس مدينه زويل معالم محترم ورجل فاضل، واحنا على علاقه طيبه جدا، واحنا نشتغل الصراحه مع بعض ان احنا بنحاول نقدم ولو جزء كبير صغير جدا من الدين اللي احنا حاسينه لاسم هذا الرجل، نساعد في الليجاسي بتاعته، لان الدكتور زويل هي واز ا ترو ساينتست، يعني هو كان عالم العالم يعني. والعلم لازم يحترم، نختلف او نتفق عليه طبعًا. لازم يحترم ولازم يقدر. فانا ماشي في بعض الاجراءات مع الدكتورة ديما زويل حرم الدكتور زويل والعيلة والأسرة، يعني هاني والشباب، فإحنا بنعمل مع بعض دلوقتي حاجة إن إحنا بنحاول نعمل زي مؤسسة صغيرة
حاجة بتحاول تساعد أو بتساهم في مدينة زويل جوه مصر. احنا لسه ماشيين في الـ في في الـ في الـ في الـ يعني في الفكرة ديت، في الرؤية ديت. طبعا أنا بشكر الدكتورة ديما زويل للثقة الغالية، احنا ماشيين مع بعض في الموضوع ده. الدكتور شريف يعني أخ عزيز، أخ فاضل، فإحنا بنشتغل برضو مع بعض في الموضوع ده، وعندنا هدف إن شاء الله. طبعا النجاح ده أو لو تم ده تحت الأمبريلا بتاعت معالي السفيرة نبيلة مكرم، لأن هي هي زي ما حضرتك قلت هي الداينامو بتاعنا، هي اللي بتعمل عملية الأوركستريتنج، يعني هي المايسترو. فده شيء كويس يعني. دكتور هشام، مهم إن إحنا برضو كمصريين نتكلم هنا تحديدا عن الشباب، إن إحنا نحتذي بهذه أو هذا النموذج. حضرتك بتنصح ايه؟ وانا هختم بالسؤال ده، بتنصح الشباب المصري، يعني في شباب هقدر اقول مختلف، يعني في شباب متفائل، في شباب عنده حلم، في شباب طموح جدا، لكن في برضو نوعية الشباب اللي عنده تشاؤم المحبط. حضرتك ازاي ممكن تقول لهم نصيحة يقدروا فعلا ان هم يستفيدوا بيها في مستقبلهم، نتكلم هنا العملي تحديدا؟ تمام. هو في دورين، في دور على الشباب نفسه وفي دور علينا احنا، دور مجتمعي. الدور المجتمعي خليني ابدا بيه، خلينا ناخد احنا المسؤوليه، ناخد احنا الريسبونسبيلتي، ونحاول ان احنا نساعد الناس دي انها تطلع من الاطار اللي هم حاطين نفسهم فيه، اللي هو الاطار ان مفيش امل، مفيش أيوة. مفيش حاجه بالزبط. كويسه، انا مش شايف اي حاجه بوزيتيف. اول تحدي يقابلهم خلاص مش هعرف اعمل، مفيش يعني حاجه هعرف اعملها، لو وصلت بسرعه اصلا ده موضوع مش هيبقى ملوش متعه. مفيش حد بيوصل بسرعه يعني، مفيش حاجه يعني اي حاجه بتيجي بسهوله هتروح بسهوله طبعا. يعني الحاجه اللي هي مش ملهاش اساس، ملهاش جذور، مش هتصمد. والاعتراض على كل شيء، اللي هو كل شيء متشاف بطريقه نيجاتيف، ده برضو مش شيء صحي يعني. فالدور المجتمعي اللي احنا نلعبه او الدور اللي علينا احنا كمؤسسات او كهيئات تعليميه، كجامعه، كان جي اوز، احنا لازم نشارك في الدور ان احنا نديهم روح الامل. الدكتور علاء رمضان عميد كليه العلوم كان ليه بادره يعني، انا بشكره فعلا، بتوجه له بكل الشكر والعرفان في الموضوع ده. في اول يوم استقبلوا الطلبه اللي هم الطلبه الوافدين، يعني الطلبه الفريشمان اللي هم جايين اول سنه كليه العلوم، معالي الدكتور علاء رمضان عميد الكليه كلمني في التليفون وقال لي احنا عايزينك تعمل معانا سكايب انترفيو وتدخل معانا. وبالفعل انا كنت قاعد في امريكا، كانت الساعه 2 صباحا، وعملنا سكايب، والولاد عنده عملوا ووصلونا على الانترنت وكان لايف، وانا طلعت معاهم على السكرين واتكلمت معاهم 1 تو 1 لمده 15 دقائق. فواحد اهو واحد بيفكر بياخد انيشيتيف، فيعني بيحاول ان هو مثلا ده ابنكم، ده ابن كليه العلوم، يعني ده الاهتمام والدعم الى حد ما. الدعم مهم جدا. هو بقى عليه ايه؟ هو عليه ان هو يعرف ان هو جزء من المسؤوليه، جزء من الايكويشن، جزء من المعادله. انت مش هتفضل قاعد مكانك ومتخيل ان النجاح هيجي لك. أيوة. الفرصه بالضبط. مش هتيجي لحد، انت اللي لازم تسعى للفرصه مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه ما هتجي لك الفرصه ان شاء الله. المؤتمرات اللي الناس بتشوفها ديت، مؤتمر مصر تستطيع واحد واثنين وثلاثه، مؤتمرات الشباب، منتدى الشباب العالمي. انا لما رحت اخر مره منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ، شيء لا يصدق، الناس احيانا تبقى برضه سلبيه او طاقه نيجاتيف، يقول لك طب ايه المؤتمرات دي، طب ايه الفلوس ده، ايه الصرف ده كله. ده حقيقي يا جماعه، الدول المتقدمه بتنهض بهذا الشكل، لابد من الحوار. لما انت بتجيب تجارب خارجيه وتعمل عمليه مزج او تعمل عمليه دمج مع الناس بتوعنا هنا، الولاد بيتعلموا حاجه، وبتدي فرصه للشاب ده ان هو يعبر عن نفسه، يقول افكاره. مش ممكن تكون فكره كويسه مثلا جايه من حد انا ما عنديش في الحسبان ان هو ممكن يطلع منه حاجه كويسه، أكيد. ويبقى في المستقبل مثلا شخص مسؤول في البلد، يعني أكيد. عندنا ده الولاد اللي احنا شفناهم في اخر ميتنج اللي هو كان مؤتمر مصر تستطيع، ثلاثه الولاد بتوع ستام سكول 14 سنه واقفين على الستيج قدام وزراء وقدام وبيتكلموا وبيقولوا تجربتهم. يعني حضرتك يعني حتى لو هم بيتكلموا الساينس بتاعهم ستيل بريماتيور، او هو يعني مش علم متقدم او شيء يعني مبدئي، مجرد ان هم واقفين، الوقفه اللي هم واقفينها على الستيج، ازاي شاب زي ده هيجي له افكار سلبيه؟ صح. ازاي شاب زي ده هيلاقي وقت اصلا؟ ده هيبقى مشغول، ده هيبقى مهموم بحاجه هو بيشتغل عليها، فهو اكيد هيجي له يعني هيلاقي الوقت اللي هو يوظف نفسه انه يعمل حاجه بوزيتيف.
دكتور هشام انا هشكرك جدا، وحضرتك مسافر يوم الاحد خلاص، نتمنى نشوفك وتوصل بالسلامه ونشوفك تاني قريب طبعا. ربنا يخليك يا رب. انا بس قبل ما اختم معاكي، انا بس كنت عايز اقول حاجه. انا النهارده كنت مع الدكتور مجدي يعقوب النهارده الصبح، واتقابلنا مع بعض واتكلمنا. السبب بس ان انا عايز اقول كده ان الكلام اللي احيانا بيحصل كل فتره كده على السوشيال ميديا، الاشاعات، يعني الدكتور مجدي النهارده كان معايا الصبح واحنا قعدنا اتكلمنا مع بعض، وهو سافر بسلامه الله لاسوان عشان برضو يشوف الاولاد اللي هناك اللي هو عايش حياته عشان خاطرهم. وانا ان شاء الله مسافر له اسوان يوم الجمعه، وبعد كده هتوجه بقى من يعني أسوان. هو صحته كويسه واللي اتقال ده كلها او ده كله ربنا يقدرنا احنا ونقدر نجاريه ده خبر ممتاز في النشاط بتاعه، احنا اللي مش قادرين عليه الصراحه. ربنا يديه الصحه، انسان محترم وشخص فعلا يعني له كل التقدير. اشكرك جدا دكتور هشام، بشكر حضراتكم على متابعتنا الفقره دي. هنروح بقى لفاصل وهنرجع لفقره برده مهمه جدا، هنتكلم عن العماله الغير منتظمه، خليكم معانا. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبحث عن وسيلة لوضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص للفئة العمرية من 18 إلى 59 عاماً ودون كشف طبي، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت. وأضاف راضي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحدث بمقدار يتراوح بين 50,000 و 250,000 جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بمقدار يتراوح بين 1000 و 3000 جنيه. أنا بقول إن الحكومة محتاجة تفكر فين العمالة ديت، لا بيتأمن عليها ولا بيبقى ليها يعني ملهاش. لو عايز يتعالج ما يتعالجش، لو عايز معاش ما ياخدش، بياخد عمالة أجر يومي. انتوا لازم نفكر مش بس على قد العمالة الزراعية اللي بتكلم عليها هنا، انا بتكلم على كل العمالة اللي بتعمل في كل المشروعات اللي في الدولة باليومية. واجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص. وأكد محمد صعفان وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. ريم سمير، الحياة اليوم. زي ما كان الرئيس بيتكلم وزي ما كلنا متابعين هذا الملف، يعني بيعاني أصحاب الأعمال غير المنتظمة أو نسميها العمالة الحرة من غياب هنا أقل معايير السلامة والأمان، وكمان للأسف بيمارسوا أعمال منهكة جدا تتطلب جهد بدني ضخم جدا، ممكن يعني يوصلهم لحالة جسدية مش كويسة أو حالة صحية مش كويسة. خلينا نسأل هنا بقى السؤال، هو أو سؤال بيطرح نفسه، يعني الملف ده مفروض هو بتاع العمالة غير المنتظمة على أجندة لجنة القوة العمالة بالبرلمان ولا لأ؟ وكيف عالج كمان مشروع قانون العمل الموحد مشاكلهم؟ وكمان خليني أقول متى يرى مشروع بقى ومبادرة الرئيس السيسي إلى النور؟ دي كلها أسئلة هنجاوبها أو هنحاول أن احنا نتوصل لإجابات ليها من ضيوفنا. بس خليني أرحب بسيادة النائب محمد وحب الله وكيل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب. مساء الخير. مساء الخير. والأستاذ محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوة العاملة. مساء الخير يا فندم. معنا البرلمان ومعنا الحكومة فهنسمع من هنا وانت الشعب والشعب بيتفرج. خليني أبدأ مع حضرتك سيادة النائب ونتكلم عن قانون العمل الموحد، وازاي قدر ان هو برضو يروح للفئه دي ويشوف مشاكلهم اللي بقى لها سنين طويله جدا، لكن دلوقتي نقدر نقول فيه اهتمام من الدوله، وكمان الرئيس تكلم او تحدث كذا مره عن هذا الملف. طيب خلينا بس عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين الدنيا فيها ايه وقانون العمل الجديد والقديم، وعايزين نفرق ما بين العماله الغير منتظمه والعماله غير المنظمه. طيب نفهم الفرق. عشان نعمل فرق في القانون اللي موجود الحالي، قانون رقم 12 ل 2003 بينشأ طبقا للمادة 26 بإنشاء صندوق للعمالة الغير منتظمة، وهي بتشمل ثلاث أربع حاجات، الصيادين والمحاجر، ويعني مش كل الناس، مش كل العمالة الغير منتظمة. ليه؟ دول اللي بيشتغلوا عند صاحب عمل، وده ليه؟ لأن قانون العمل بيطبق على العمال اللي بيشتغلوا عند صاحب عمل. أما العمالة الغير منظمة اللي كان بيقصدها السيد الرئيس على إطلاقها، كل عامل في مصر بيشتغل وملوش صاحب عمل، اللي هم زي الباعة الجائلين، زي
المسلمين الزراعيين، زي خدم المنازل، زي مسيح الأحذية اللي في الشارع، زي البوابين، زي كل واحد موجود في المجتمع المصري ملوش تأمين، لكن العمالة الغير منتظمة بيتأمن عليها بشكل كويس. فده ففي فرق بين الاثنين. كويس، عشان دي نقطة مهمة حلوة، عشان نفرق ما بين الاثنين بس. حلو جدا. ماشي، دي جزئية. الجزئية الثانية، السيد الرئيس لما فتح الملف ده بجد فتحه بشكل جدا، عايز يقول للمجتمع المصري هناك أبناء لنا في الوطن ليس مؤمن عليهم، وبيعانوا الأمرين بعد ما بيفقدوا العائل أو بعد ما بيبلغوا السن أو ففجر الموضوع ده. والمفاجأة كانت كبيرة أوي. النهاردة كنا في اجتماع، لما أرجع لك بعد مجلس النواب، كنا الأستاذ محمد عيسى كان في لجنة مشكلة من الوزراء المعنيين، من وزارة المالية ووزارة التضامن ووزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين، عشان نبحث الامر ككل، من هم اللي متامن عليهم اللي احنا بنتكلم عليهم. أيوة. ومش من متامن لقينا عدد العماله وقوه العمل في مصر كلها حوالي 30 مليون عامل، منهم 3.5 متعطل، يعني مش بطاله. لقينا عدد المؤمن عليهم في مصر لا يتجاوز 15 مليون، وال 15 مليون الباقيين اللي بيتكلم عليهم السيد الرئيس ليس مؤمن عليهم. حكومه حوالي 5.6 من الحكومة، من ال 15 5.6 حكومة، 600 ألف من العاملين بقطاع الأعمال العام. عارف عايزة تتخيلي حضرتك، كان عندنا حوالي 4 مليون أو أكثر من الناس اللي بتشتغل في المقاولات وفي في المعمار والكلام ده كله، اللي متأمن عليهم كم؟ 260 ألف و 240 ألف. يعني عايز أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح هذا الملف، والملف مهم جدا كويس للتأمين على الحياة في مصر بشكل كده بقى. فهمنا القصة. نروح بقى لحضرتك أستاذ محمد والحكومة بقى، ماذا تفعل الحكومة دلوقتي في هذا الملف، وهي شايفة رؤيتها إزاي برضو عشان نقدر أن احنا نوفر الحماية للفئة دي، اللي هي حسب برضو كلام سيادة النائب أن هي مش صغيرة؟ هو حضرتك بداية زي ما سيادة النائب تفضل وقال، قانون العمل الحالي اللي هو 12 سنة 2003 في المادة 26 كان بيتكلم عن رسم سياسات وتشغيل ورعاية العمالة الغير منتظمة، هم في مجال المقاولات، مجال الصيد والبحر والزراعة والمناجم والمحاكم. بس القانون حددهم كده يعني. فقط. وده كانت الوزارة بتقدم من خلال من سنة 2003 وحتى الآن، كانت بتقدم عبارة عن منح مالية لهذه العمالة اللي مسجلة لدى الوزارة، واللي بتصل لحوالي 400 ألف المسجلين كلهم في الأربع قطاعات، منح في المناسبات معينة، عيد الفطر، مولد النبي، عيد الأضحى، المناسبات المختلفة. طبعا المنحة المالية في مشروع قانون العمل الجديد، احنا نصينا ان هو ينشأ بقى صندوق للعمالة غير منتظمة كلها عشان يبقى منضبط، وكان توجه الوزارة انه يبقى فيه فعلا المبالغ اللي بتتم تحصيلها من مقاولين او اصحاب الاعمال لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة يتم توجيهها لتوفير رعاية اجتماعية وصحية ليهم، بحيث يكون فعلا زي ما سيادة النائب تفضل وقال، وزي ما فقام سيادة الرئيس طبعا وجه، ان هذه العمالة ليها استحقاق دستوري عندنا ان هو لابد ان يشملهم نظام التأمين الاجتماعي والصحي، عشان لما يبقى يعجز عن العمل او يساب او يبلغ سن التقاعد ويصبح غير قادر على اداء العمل، اسرته تلاقي معاش تصرف منه ويكون مغطى بالتأمين الصحي. وده دلوقتي احنا ماشيين كخطوات بتحصل على ارض الواقع، ولا يعني احنا موقفنا ايه دلوقتي؟ النهارده زي ما سنتنابل، احنا الاسبوع اللي فات كان في اجتماع بدايه بعد توجيهات فخامه الرئيس، حصل لجنه القوى العامله في مجلس النواب، دعت الوزارات المعنيه الماليه والصحه والتضامن الاجتماعي واتحاد مقاولي التشييد والبناء واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، وعملنا اجتماع في لجنة القوى العاملة، وكان في اجتماع آخر النهاردة في مقر وزارة القوى العاملة، وكنا اتفقنا بداية لابد ان احنا نصنف هذه العمالة. يعني احنا دلوقتي في مرحلة لسه التصنيف؟ لا، تم تصنيفهم خلاص في اجتماع اليوم، الحمد لله احنا استقرينا ان في فرق بين العمالة الغير النهاردة منتظمة، تم التصنيف يعني. العمالة غير المنتظمة اللي هنشتغل عليها بس التصنيف عشان نقدر نعمل حصر ويبقى عندنا قاعدة بيانات صحيحة عشان نقدر نحدد حجم المشكلة
وكيفية التعامل معها. يعني احنا حطينا اول طوبة بالظبط. طيب الحمد عشان لله عشان نجري يا رب نجري. لا نجري ما حطيناش الطوبة ونقف. لا يا رب عملنا توقيتين. طب رائع. انا هرجع لحضرتك في النقطة دي. طيب انا عندي بس سؤال. في حاجة عندنا اسمها اقتصاد غير رسمي. الاقتصاد غير الرسمي فيه عمالة. كل العمالة اللي بنتكلم عليها دي بقى داخلة العمالة غير المنتظمة غير الرسمي. غير الرسمي لان مش بص حضرتك ما هو الاقتصاد الرسمي؟ كل ما هو تابع الحكومة او القطاع الخاص او مؤمن عليه او بيشتغل تابع الحكومة او قطاع الاعمال العام. لكن الباقي كله غير رسمي. الباقي اللي بيشتغل بره ده اللي هو العمالة الغير رسمي داخل تحت ده غير الاقتصاد رسمي. غير رسمي كويس. وعايز بس اقول حاجة من خلال برنامج حضرتك لان ابتدت الناس تشكك ان احنا لما هو لسه لحقنا نعمل أيوة حاجه. ايوه انا هقول بس عشان الشك جه عشان الناس شفنا عشان الناس شفنا. اتفضل يا جماعه. السيد الرئيس لما تحدث عن وثيقه التامين او تحدث عن عمل معاشات لهؤلاء الفئه الكبيره جدا من المجتمع لم يقصد ان يحطها على الاقتصاد الغير رسمي عشان ياخد ضرائب عشان لا خالص. دي نقطة الهدف مهمة جدا. عشان كده انا كنت عايزة افتح الموضوع او فتحته بهذا الشكل. انا بقى معاكي وقريت حضرتك فبقول للسادة المشاهدين ليس الهدف من توجيهات السيد الرئيس هو الناس تخش الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي ونشوف الضرائب أيوة. والتأمين لا خالص. أيوة. الهدف منه انه هو عايز يعمل لابناء الشعب المصري اللي ما عندهمش تأمينات ولا رعاية اجتماعية ولا رعاية صحية عايز مصلحتنا مش الناس اللي بتشكك في اي حاجة. ده كلام محترم جدا. طيب نسمع بقى من حضرتك دلوقتي البرلمان برضو هيشتغل ازاي واكيد طبعا هيبقى فيه تنسيق يعني طبعا في تنسيق فنفهم يعني حضرتك قلت دلوقتي احنا حطينا اول طوبه بس هنجري ازاي بقى هنجري ايه اللي هيتم بالظبط. بص حضرتك احنا مجرد ما السيد الرئيس اصدر توجيهاته وجد ده كان حلمنا كلنا حتى مش كلمنا كنواب حلمنا كقوة عاملة حلمنا كاتحاد عمال بصفة أمين عام اتحاد عمال مصر. لما السيد الرئيس وجه هذا الكلام احنا تلقفنا الكلام ده بسرعة وقلنا لازم نجري فيه. عقدنا لجنتين للجنة القوى العامله وقلنا لابد البرلمان يكون كان ممكن نقول للوزارات اعملوا وقلنا أيوة أيوة. خلينا ناخد الموضوع كبير وعملنا لجنتين للقوى العامله واتفقنا مع الوزارات المعنيه اللي ليها الابر هاند في كل حاجه. وزاره التضامن الاجتماعي ممكن تعمل لنا في ايه طبقا للقانون 79 لسنه 75 خدوا التامينات الاجتماعيه والقانون 112 اللي هو بيعالج قصه العماله غير منتظمه. وجبنا لوزاره الصحه هل هيطبق عليهم الكلام دلوقتي ولا لسه هنستنى 15 سنه على بعض الناس اللي هو قانون التأمين الصحي الجديد. جبنا الدنيا كلها حطيناها وحطيناها واتفقنا شكلنا لجنة مصغرة بدأت عملها النهاردة وهتشتغل تعمل يوم 7/6/7/3 واخر معاد نحط فيه الاطر النهائيه يوم 15/3 وتكلفت انا هكتب الارقام دي اتفضلي يا فندم انا بقول على الهواء. وكلفنا النهارده لان قال لها الجهه المعنيه بالعمال هي وزاره القوى العامله كان الاستاذ محمد عيسى النهارده بيرئس اللجنه واتفقنا معاه ان يوم 15/3 هيقول لنا التصور والتصنيفات عشان نبتدي نشتغل وننطلق لان احنا قدامنا امرين. قدامنا وثيقه التامين على الحياه اللي قال عليها السيد الرئيس للعمال الغير منتظمه وده هيبقى مسؤول عنها الشركه القابضه للتامين من خلال وزاره قطاع الاعمال العام والشق الثاني من الوزراء المعنيه اللي هيجي في الاخر ايه عنده 60 سنه ياخد معاش حصل له عجز كلي ياخد معاش حصل له عجز جزئي ياخد معاش توفى ياخد معاش الرعايه الاجتماعيه ولاده يعني ايه هيتعامل كانه مؤمن عليه في مصر بالظبط. ده كلام خليني اقول ان اللي عمله السيد الرئيس قبل كده في نفس المضمون اللي هم الرعايه الاولى بالرعايه لما نقل كل الناس اللي في العشوائيات الى اسمرات يبقى بيعمل حاجه جديده بيرجع العامل المصري للامان اللي بكره هيتعمل. نامل ذلك. فاحنا خلاص احنا حددنا موعدنا ومش هنرجع في الكلام وهنضم الناس دي كلها لاتحاد عمال مصر ووزاره القوى العامله هتشتغل بكل قوتها. هنفتح مقراتنا اللي في كل المحافظات عشان الناس تيجي تسجل والناس ما تقلقش احنا معاها كل اللي بيتعمل ده لصالح العامل المصري. كويس جدا وده هنقعد ناكد عليه علشان الموضوع زي ما حضرتك سياده النائب وزي ما كان متداول للاسف في ناس كده دايما بتقعد تشكك زي بطاقه التموين قال لك برضو البيانات والمكان اللي عايزه تعمل بالزبط. قاعده بيانات ان هيحطوا ضرائب يعني بلاش دايما عندنا يعني نظريه المؤامره دي على بعض مفيش الكلام ده. انت في الاول وفي الاخر مواطن لازم تبقى عارف ان ليك حقوق عند هذه الدوله والدوله بتسعى ان هي تديك حقوقك يعني بلاش حد عفوا في الكلمه بس بلاش حد يضحك عليك ويفهمك حاجه غلط.
أنا هسأل حضرتك برضو أستاذ محمد نقطة مهمة وهي مرتبطة بالكلام اللي أنا كنت بقوله دلوقتي، إزاي برضو خطة هنا الحكومة علشان أقدر أن أنا أخلي الناس بتتفاعل معايا بشكل كبير، لأن ممكن يكون في منظومة، ممكن يبقى في قانون، ممكن يبقى في استراتيجية وكمان خطة زمنية، ولكن ما فيش تفاعل حقيقي من المواطنين، فكان ما فيش حاجة حصلت. طيب هو حضرتك طبعا بداية يعني يمكن هو مع الوزير ضد توجيهات، ويمكن احنا شغالين في اجتماع بتاع النهاردة تم تعميم تعليمات على مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في محافظات الجمهورية كلها انه يبدأ التسجيل اعتبارا من غدا الخميس 1 مارس ان شاء الله للعمالة الغير منتظمة. تروح فين يا فندم؟ تروح مكتب العمل، تروح مكتب العمل بيتها. تروح منطقة القوى العاملة اللي موجودة في المدن الرئيسية في المحافظات او في مديرية القوى العاملة، ديوان عام مديرية القوى العاملة اللي بيبقى موجود في عاصمة المحافظة. كويس. او يمكن مع الوزير نسق مع معالي وزير الشباب والرياضة النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء ان احنا هنستغل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. طب ده يبقى تسهيل هاي. هيتم تعميم استمارة التسجيل. يعني احنا قلنا حملة تحت اسم حماية سيتم اطلاقها اعتبارا من 1 مارس ان شاء الله 2018 بمقر مديريات ومكاتب ومناطق القوى العاملة ومراكز الشباب والرياضة ومقرات الاتحادات المحلية ومقرات مصر في جميع المحافظات. حضرتك هتروح دلوقتي، هو الشخص ده يعني هيروح مثلا ايه الاوراق برضو اللي هيبقى؟ هي استمارة تسجيل بيانات. هيسحب الاستمارة من هناك؟ من هناك. ايه الورق اللي يروح بيه؟ هيملاها مش محتاج منه صورة بطاقة الرقم القومي ليس اكثر. كويس قوي. يحط بياناته كاملة، والهدف طبعا احنا هيبقى فيه توعية، يمكن هيتعمل بنرات ولافتات في كل محافظات مصر، ثقافة ودعاية وإعلام ورمك تلفزيون، هنعمل دعاية يمكن. بس ده حضرتك بتتكلم بكرة، يعني الوقت صغير. لا ما لسه لغاية يوم ايه؟ يوم احنا شغالين هنلحق ان شاء الله. لو احنا بص حضرتك شيل خطوة، والخطوات هتبقى سريعة، كلما زي ما بيقولوا لمحمد بيه دلوقتي النهاردة تفتح مقرات وزارة القوى العاملة ومراكز الشباب، وانا من هنا بحيي المهندس خالد عبد العزيز لان حضر معانا لجنة القوى العاملة بصفته مسؤول عن الشباب، وقال لنا الاتفاق اللي اتفق مع الوزير ان هو يفتح جميع المقرات لتدريب الناس وتسجيلهم، واي حاجه عايزينها من وزاره الشباب هو راجل معانا. طب شارك او كان عنده فكره بس مثلا برضو في الترويج او يعني الحمله اللي انتوا هتقوموا بيها ايه هي اتحاد الصناعات اللي احنا اتفقنا معاه النهارده، يعني اقترح ايه برضو السيد الوزير؟ اقترح بقول لحضرتك من خلال مراكز الشباب هنعمل دعايه كلنا نتفق على نوعها، واتحاد الصناعات النهارده قال لك ممكن ممول معاكم لو في حاجه معينه عايزه الدعايات. لا هي هتكلف طبعا. هتكلف خلاص الموضوع انطلق، واحنا ومنطقة انطلق كويس جدا جدا، واي واحد هيشترك في هذا الموضوع ربنا هيجازيه خير، لانك انت بتحمي اسره مستقبليه، بتحافظ على اسره، فده كلام اعتقد. طيب يعني دلوقتي عشان معلش انا هركز شويه على النقطه دي، لان دي نقطه مهمه، ان انا هرجع تاني اقول لازم يكون في علم عند الناس، يعني في مجهود اهو بيتم، لكن ممكن اكون انا كمواطن مش واصلالي، يعني حضراتكم دلوقتي بتتكلموا في وسائل الاعلام المختلفه ومنابر مختلفه، ده شيء او جزء مهم جدا من فكره هنا ان انت توصل الفكره. ايه تاني بيتم؟ هيبقى في مثلا في ناس هتنزل، في ناس من عندنا النهارده كان في عندنا في ائتلاف حب الوطن شكلت لجنه النهارده للعمالة الغير منتظمه، هتنزل الاسواق، هتنزل يعني ناس هتنزل تتكلم، هتنزل الشارع تتكلم في الشوارع، ايوه في الاسواق، في عمال التراحيل، هنبدا نشتغل ميداني بقى، مش هنقعد بقى الورق وورق رايح ورق جاي، لا احنا اتفقنا النهارده اخر نهار النهارده في اجتماع مع هيئه ائتلاف حب الوطن ان هم ينزلوا لكل جميع المواقع العمل الموجوده. كويس. وهنتابع. طبعا ممكن اقول رايي، انا عاده ما بقولش لا رايي. لا قولي. لا كويس. لو يعني كمواطن مصري والله مش كاعلامي او كاعلاميه، انا بشوف ان كان مفروض الموضوع ده ما يتمش تاني يوم، يعني انا النهارده قعدت حطيت كل زي ما بيقولوا كده الخطوط العريضه، اعمل حملتي بقى الدعائيه خلاص تاخد لها مثلا اسبوع، وبعدين ابدا بقى افتح الباب علشان اقدر ان انا اوصل بشكل يمكن مضاعف عن ان انا ابدا افتح وبعدين الناس تبقى عارفه عني او لا، يعني دي وجهه نظري. لا طبعا وجهه نظر يعني واقتراح طبعا وجيه، لكن احنا بمناسبه وجودنا مع حضرتك برضو بنطلب الدعم من وسائل الاعلام المحترمه، احنا هنبدا التسجيل حتى على الموقع الرسمي للوزاره
ممكن مش قادر يوصل يروح اي مكان هيلاقي الاستماره التسجيل موجود على الموقع الرسمي لوزاره القوى العامله. حضرتك عارف الثقافه عندنا يعني ما بيبقاش الناد ده شيء متداول قوي بالذات للفئه دي. طبيعي عشان كده بنقول احنا بنرجو الاعلام المصري الهادف والشريف ان هو يساعدنا. هذه الحمله ممكن تبقى بالتوازي مع بدء التسجيل. يعني فكرة حضرتك جميلة جدا طبعا ان الموضوع محتاج حملة دعائية شاملة في كل المواقع بلا استثناء. وده اعتقد ان هو طبعا زي ما قال سيادة النائب احنا ما ابتدينا بتوجيهات فخامة الرئيس واجتماعات في مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمشاركة جميع الوزارات المعنية مع منظمات اصحاب الاعمال مع منظمات العمال. الدولة بكل اطيافها مهتمة بهذه القضية. أكيد مواقع حتى الإلكترونية كلها خلال طبعا قنوات الفضائية والتلفزيون والمواقع الإلكترونية كلها هتبص حضرتك هتلاقيها النهاردة كله كاتب على الفيس على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت ده وهننزل بننزل هننزل احنا كقيادات وننزل كاتحاد عمال وزارة القوى العاملة احنا كل الشوارع هنروحها كل الاسواق هنروحها. انا اتمنى الموضوع فعلا يعني انا شايفه حماس حقيقي من حضرتك ومن استاذ محمد يعني شايفه من البرلمان وشايفه من الحكومه حماس وفعلا من قلبكم بتتكلموا ان انتم عايزين مصلحه المواطن المصري. فانا يصعب عليا ان بعد كل المجهود ده فعلا الموضوع ما يوصلش للمواطنين. خلينا نكمل بس خبر عاجل زي ما حضراتكم شايفين طبعا ان اللجنه القوميه لاسترداد الاموال بتتصالح هنا مع رجل الاعمال احمد عز بمقابل هنا مليار و700 مليون جنيه مليار و700 مليون جنيه. ده خبر اعتقد خبر برضو هام جدا. خدهم من العماله غير منتظمه. يلا بقى بالمره خدهم من العماله غير منتظمه. طيب خليني برضو اروح مع حضراتكم علشان المواطن اللي يسمعنا دلوقتي واللي لسه بيشاور عقله يبقى مطمن يبقى رايح وهو مطمن ومحدش بيلعب في دماغه ومحدش بيقول له معلومات مغلوطة محدش بيتشكك. ازاي برضو المواطن ده بعد كده حياته هتبقى او هتفرق لما يتأمن عليه يعني عايزين نوريهم حياتهم فيما بعد علشان يقدروا يفهموا ايه الحقوق اللي هيحصلوا عليها. طيب هو خطة الوزارة عموما لرعاية العمالة غير منتظمة كان دايما حلم زي ما سيادة النائب كان بيقول ان احنا حتى الرعايه اولا الاجتماعيه المعاش لهذا العامل لما بيبلغ سن التقاعد او يعجز عن العمل ويستمر مع اسرته زيه زي اي موظف في الحكومه او في الشركه في القطاع الخاص. تمام جدا. ياخد معاش مقابل يعني او قريبا انا مش هقول 100% من اجر اللي هو بيتقاضاه وهو بيعمل ولكن بنسبه محترمه او معقوله من الاجر اللي هو كان بيتقاضاه اثناء العمل. هنحدده ازاي برضو الاجر ده؟ هذا الأجر بيتاخد نسبة معينة من أصحاب الأعمال أو المقاولين دلوقتي النهاردة في صندوق العمالة غير المنتظمة. وطبعا ده بيورد لوزارة التضامن الاجتماعي جزء نتيجة للعمالة الغير منتظمة وأيضا بيورد جزء لوزارة القوى العاملة. يعني تحديده برضو ما فهمتش تحديده ازاي كأجر يعني هو دلوقتي المرتب يعني انا بشتغل كذا حته هعرف منين اجر. هقول حاجه ومش بهاجم حد فيها. لا لا احنا اكتشفنا النهارده مصيبه. انا احب بقى اسمع والحل هيبقى ايه. بكلمك بجد احنا اكتشفنا مصيبه. عدد العاملين في المقاولات حوالي 4 مليون وشويه او اكتر. صحيح. وكل العمليات اللي بتتم بياخدوا عليها فلوس نسبة 3% 4% والمفروض يعني انا هشغلك واخد نسبة كمان وانا بالمستخلص وانا باخد المستخلص بامن على العمال اللي اشتغلوا في العملية دي برقم. الارقام دي كلها بتروح فين؟ بتتاخد وتروح للتأمينات الاجتماعية بدون اسماء. يعني انا محمد عبد الله بشتغل في المقاولين العرب اسبوع اسبوعين شهر شهرين انتقلت رحت اشتغلت في شركة تانية بيتأمن عليا رحت شركة تالتة بيتأمن عليا. الفلوس دي كلها بتتاخد وتروح للتأمينات الاجتماعية بدون ما يكون محمد وهب الله بالمشهد. بدليل ان احنا لما النهارده طلبنا من الاستاذ سامي عبد الهادي المسؤول عن التأمينات قال لك ان المؤمن على ليهم حوالي 70 مليار جنيه في التأمينات الاجتماعية كل اللي متأمن عليهم 240 ألف. فممكن الفلوس دي لو احنا زنقنا في حاجة للناس الغلابة اللي مش هتقدر تأمن على نفسها اللي ما عندهاش فلوس احنا ممكن نعمل اقتراح نعمل مشروع قانون نشوف حل من الحلول دي. لان طب ازاي انت النهارده المفروض لما تيجي تامن على 4 مليون يطلعوا منهم 240 ألف تاخد الفلوس من الشركات
وتحطها في التأمينات بدون ما تأمن على حد كده في الهواء. فالنهاردة احنا قلنا هنستفيد من الفلوس دي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الجزء اللي كان بيتكلم فيه الأستاذ محمد عيسى بالنسبة للثقافة والبتاع، انت عارف حضرتك احنا عندنا قانونين، قانون 79 لسنة 75 والقانون 112، دول ممكن يغطوا الناس تروح تأمن، بس الناس ما عندهاش ثقافة، الناس مش عارفة. أيوه. فده اللي احنا هنعمله. عايزين نعمل ثقافة، عايزين نعمل توعية، عايزين ننزل للناس نفهمهم أن ما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين ده لمصلحة العمال بكل ما يملكه، والفقراء والناس الغلابة والناس اللي راجل عائلة بيموت. حتى انت عارف حضرتك عدد الناس الأسر المعيلة الستات أكتر من 30%، 3 مليون أسرة بتعولها واحدة ست. مش متأمن عليها. فده هيحطنا في يعني في رؤية جديدة للمجتمع المصري. عزفت الدول الكبرى، وانا بقول اهو مسؤول على الكلام، ان هي تقحم نفسها في هذا الموضوع، معنى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقحمه بهذا يقتحم في هذا الشكل هذا الامر. بالاضافه اقول لك حاجه ثانيه، احنا يوم 4/3 معروض على لجنه القوى العامله بالبرلمان قانون جديد للتامين والمعاشات يلم مصر كلها، بحيث ان احنا يبقى كل الرعايه الاجتماعيه والتامينيه والصحيه في قانون جديد هيعرض يوم 4/3 في لجنه القوى العامله. ده كلام محترم جدا جدا، حضرتك بتدينا والله اخبار يعني حلوه حصرية. وحصريه حصريه بس مش عارف اقولها بالانجليزي اكسكلوسيف. طيب استاذ محمد، مهم كمان ان ضمن الكلام المحترم ده يكون في اشتراطات سلامه وامان وغيره، برضو النقطه دي هتشتغلوا عليها ازاي؟ توثيق بقى مع وزاره التضامن الصحه يعني. هو طبعا اشتراطات السلامه والصحه المهنيه ده اختصاص اصيل لوزاره القوى العامه. كويس قوي. وعندنا اجهزه رقابيه شديده في هذا الامر، تفتش على جميع الاماكن وجميع المنشات سواء قطاع خاص، قطاع عام، قطاع عمل عام، قطاع حكومي، مطارات، سفن. التخصص الوحيد في وزاره القوى العامله اللي بيدي لمفتش القوى العامله السلامة والصحة المهنية الحق انه يدخل اي مكان. وده بيحصل بنسبة يعني، خليني برضو علشان طالما فتحنا بقى الملف، بنسبة قد ايه حضرتك شايف؟ وده صعب ان انا اسأل حضرتك، ان يعني بسأل الحكومة شغلها عامل ازاي، المفروض اسأل الجهة تانية، بس تقييم حضرتك لشغل الحكومة او شغل الوزارة برضو ذاتيا، بتقيم نفسك او بتقيم العمل ازاي؟ لا اقول لحضرتك بقى فرق طبعا بين الفكر القديم والفكر الحديث. الفكر القديم احنا كنا بنقول مفتش العمل الشاطر هو اللي ينزل يجيب محاضر كتير، يحرر محاضر ضد صاحب العمل وياخد الاجراء القانوني. النهارده بنقول مفتش الشاطر مش هو اللي يعمل محضر، لكن اللي ينجح ان هو يزيل المخالفات في الاماكن او بيئه العمل المحيطه بتاعته. وكان مثال صغير يعني، كان في محافظه معينه جابوا 500 محضر سلامه وصحه مهنيه، وكانوا فرحانين بالعرض على السيد الوزير ان جايبين 500 محضر سلامه وصحه مهنيه. فطبعا سمعوا العكس، مش اشاده، ان كانت المشكله في النهايه توفير طفايات حريق. فكان التوجيه ان لا نتعاون مع المحافظه ومع وزاره الانتاج الحربي ان احنا ازاي نوفر طفايات الحريق دي للاماكن وبيئه العمل بالتقسيط، مثلا لان 8000 جنيه او 1200 جنيه. فكمان الوزير لهم فكروا ازاي تدوا لصاحب العمل طفايات الحريق ديت عشان ما يبقوش عنده مخالفه. في ظل طبعا ان انا بقول طبعا اعداد مفتشين القوى العامله ما هواش طبعا انا كافي لتغطيه جميع المنشات في مصر. احنا عندنا تقريبا 2.4 مليون منشاه، عدد المفتشين طبعا بس دول المعاملة من غير منتظمة الرسمية الاقتصاد الرسمي لا طبعا دول دول هيخش فيهم هيخش. عشان كده انا بقى عايز انزل افتش على السوق وعلى اي مكان عمل او بيئة عمل فيها عامل مصري مهم ان احنا نغطيها. اتفضل في النقطة دي هختم بيها بقى لان الوقت انا عايز اقول بس عشان الناس اللي شافنا الغلابة اللي ايه، كل ما هو بائع متجول، كل ما هو اهوجي، كل ما هو بيشعب على عربية الفول، كل ما هو سباك، كل ما هو أي حاجة من العمالة اللي موجودة في المجتمع المصري سوف يشملها التأمين على الحياة أو التأمينات الاجتماعية في المرحلة القادمة.
أنا شايفة والله إن مفيش بعد كده حقيقي، لو بس المواطن يبقى واصل له فعلا إن ده لمصلحته حقيقي. إحنا مش بنقول كلام في الهوا، ده كلام حقيقي، هو ده القانون، هو ده أو هي دي التوجيهات، فده حقك أنت عايز حقك، روح دور عليه، أو يعني روح حتى أحصل عليه، مش حتى دور عليه خلاص، هو دلوقتي بقى مقدم قدامك. فنتمنى إن الموضوع، إحنا قدامنا دلوقتي تقريبا أكتر يعني نقول 17 يوم بالظبط أو أقل، هتكون الرؤية بانت. احنا ونقدر ان احنا يكون لينا حتى مكالمة عشان نعرف الموضوع وصل لكام فرد وتم ايه. المهمة جدا ان احنا لما نفتح كمان ملف نتابعه، مش بس نتكلم عنه. سيادة النائب محمد وهب الله واستاذ محمد عيسى، بشكر حضراتكم ونورتوني، وكل التوفيق ان شاء الله يا رب باذن الله. نروح لفاصل بقى سريع مع حضراتكم ونرجع، وفقرة حلوة جدا وفقرة مهمة جدا، بس خليكم معانا بعد الفاصل. هي أبغض الحلال عند الله، كلمة صغيرة على اللسان مدمرة للمجتمع والإنسان. الطلاق، لا شك أن قضية الطلاق تشغل الرأي العام وتولي الدولة بها اهتماما كبيرا، فوفقا لتعداد وبيانات عام 2017 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المطلقين في مصر بلغ 710 ألف نسمة، ويوجب 200 ألف حالة طلاق تقع سنويا، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 والثلاثين عام. وترجع زيادة معدلات الطلاق في مصر إلى أسباب عديدة، من ضمنها قانون الخلع، والذي يشكل أحد أهم وأخطر الأسباب، حيث يرى بعض الرجال الدين أن القانون أعطى للمرأة حقوقا أكثر من تلك التي كفلتها لها الأديان السماوية. أسباب أخرى اختلفت كثيرا عما كان متعارف عليه في الماضي، مثل الخيانة الزوجية، تعاطي المخدرات والمسكرات، وحالات العنف الزوجي وغيرها. لكن الطلاق اليوم يتم لأسباب مغايرة تماما، تمثل فيها مواقع التواصل الاجتماعي رأس الحربة في إنهاء العلاقات الزوجية. وفي ناحية أخرى تأتي أرقام مدهشة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المنصرم حول الزواج العرفي الذي أصبح آفة تهدد المجتمع، خاصة مع ارتفاع أعداد عقود الزواج العرفي الموثقة إلى 128 ألف عقد، بما يمثل 13% من جملة العقود، مقابل زيادة قدرها 21% خلال عام 2015. زواج عرفي يلجأ إليه الشباب في أحيان كثيرة لتسهيل ما صعبه الآباء عليهم من متطلبات الزواج الباهظة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية. إسراء عبد التواب، الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم، فقرة مهمة، فقرة مهمة لأن هي بتمس قضية عندنا في المجتمع، للأسف قضية بقى فيها كلام كتير وبقت نسبتها عالية قوي. احنا بنتكلم ان مصر مش من أولى الدول المعدل في الطلاق، لا دي أولى الدول، يعني هي رقم واحد، عندنا معدلات طلاق مرتفعة جدا، يمكن حسب الإحصائيات طلقة كل تقريبا 6 دقايق. ففي أزمة، في مشكلة، عايزين نفهم طب والحل إيه، لأن مش بس احنا عايزين نعرض مع حضراتكم دلوقتي التقارير أو المشكلة، لا احنا عايزين نفهم احنا هنستمر كده ولا العجز فين او الازمه فين بالظبط. التقرير كان بيتكلم ان يمكن الخلع، وده ما اعرفش وفقا لايه بالظبط توصلوا للنتيجه دي ان الخلع يمكن هو السبب، لا انا اعتقد الخلع ده ربنا شرعه، وفي نفس الوقت ستات كتير جدا بتلجا ليه وده حقها، علشان هي بتكون شعره ان هي مش قادره تكمل مع هذا الرجل لاسباب مظلومة. كتير في منها الظلم اكيد، ما فيش ست عايزه تخرب بيتها يعني. فهنفهم بالظبط ايه الاسباب، ولو حد هيسالني رايه، وانا مش مفروض اقول رايي بس اعتقد غياب المسؤوليه، حعرف من ضيوفي لان هم الخبراء في هذا المجال. خليني ارحب بسياده المستشار عبد الله الباجه، رئيس محكمه استئناف القاهره. مساء الخير يا فندم. والاستاذه عبير الانصاري، رئيس نادي المطلقين. مساء الخير على حضرتك. حلو نادي المطلقين ده، تالي ناس كتير هتروح تبقى عضو فيه. احنا من 2007 موجودين، والاعداد بتتزايد طبعا. دلوقتي انتوا واصلين كام واحد؟ لا احنا عادة عامة حوالي 250 ل 200 في كل حقبة زي ما بيقولوا، كل فترة ناس بتمشي وناس بتيجي، فهم دايما حوالي 200 250. طيب انا هبدأ مع حضرتك. اتفضلي. وعايزة افهم والناس كلها دلوقتي عايزة تفهم، لما تسمع تقرير زي ده اكيد انتوا عملتوا دراسات واكيد بتحاولوا ان انتوا توصلوا هو في ايه؟ احنا ليه كده في مصر مش عارفين نتفاهم، ولا في خيانه زياده، ولا مفهوم الجواز مش واصل، ولا هي فكره مسؤوليه، ولا الستات مش فاهمه برضو ازاي تتعامل؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك. ثقافه الزواج معدومه،
احنا ده مشكله كبيره خصوصا في السن الصغيره، يعني نسبه الطلاق في السن الصغيره بين 25 35 60% 60% برضه. في طبعا دول انتصرت على البرسنتج العاليه دي، النسب العاليه، انها بتعمل كورسات للناس اللي طالبين يتجوزوا، في زي لايسنس بياخدوها قبل ما يتجوزوا، لازم ياخدوا الكورس كامل وبعد كده يخشوا على الجواز. واي ثينك ان احنا لو عملنا كده يعني هتقل النسب الطلاق عندنا. بس ما فيش، احنا من هاتي في الموضوع ده من زمان قوي، ما حدش عمل اي خطوه في الموضوع غير اللي احنا عندنا السنترز دي اصلا زي بره، يعني عندنا الناس دي او الدكاتره دي موجودين موجودين بس عايزين ويل او ناس يبقى عندهم قلبهم على الموضوع ويحسوا ان الموضوع ده فيه اهميه عشان يبتدوا يتحركوا. وبقينا يعني اظن الموضوع كتر قوي ان المفروض حد يبتدي يحط بقى خطط للسيطره عليه. انا اتفق مع حضرتك. طيب سياده المستشار، هطرح على حضرتك نفس التساؤل بس من وجهه نظر مختلفه. حضرتك طبعا بحكم شغلك يعني قضايا زي دي كتيره جدا بتعدي عليك، بصراحه وبمنتهى الوضوح السبب الرئيسي هنا بتكون تقريبا ايه او بيكون ايه؟ طيب هقول لحضرتك كده، انا فضلت ماسك محكمة الأسرة من 98 ل 2016 18 سنه. اشتغلت فيها بلائحه الاحكام الشرعيه، اسمها كانت في حاجه اسمها لائحه ترتيب الاحكام الشرعيه، وكان بعد كده القانون رقم 1 سنه 2000، وبعد كده القانون رقم 10 سنه 2004. لو احنا درسنا تطور الاحوال الشخصيه في مصر وازاي تعاملت مع قضيه الطلاق، هنلاقي ما كانش فيه غير لانه كان في سنه قبل سنة 2000 كان بيطبق المذهب الإمام أبو حنيفة في الطلاق، ما كانش في حاجة اسمها طلاق إلا للحبس والغيبة، مش حاجة اسمها طلاق للضرر، ما كانش بيستحق متعة، كان في حاجات كتيرة. التطليق للضرر أم طلاق؟ ما فيش حاجة اسمها تطليق للضرر. ما فيش للمرأة تطليق. لا يعني ما فيش، كان هو تطليق للغيبة وتطليق للسجن، إن هو يسجن وتكون العقوبة أكتر من 3 سنين ويكون طلب الطلاق بعد سنة من حبس. أو إن يكون متغيب عنها، يعني متغيب عنها غيبة قريبة مثلا، هاجرها بس في نفس البلد وقعت في بيت تاني، أو مسافر وسايبها. ده كانت الحالات دي بس حالتين بس. كالقانون 185 زود الطلاق للضرر، وزود طلاق للزواج بأخرى إذا كان في ضرر، زود أسباب كتير. جاء القانون رقم 2000 وزود نسبة الخلع. إحنا عندنا في مصر أكتر بلد فيها أسباب للطلاق. فيها ممكن 13 او 12 سبب، ضرر عين اللي هو عدم القدره على اتيان الزوجه، العيب المستحكم، الغيبه. بس ده ما اعتقدش يبقى ليه سبب، يعني ده بالعكس ده كده حضرتك يعني بتسهل برضو على الناس. احنا سهلنا لحد ما حصل الاسهال اللي احنا شايفينه. يعني حضرتك شايف ان اقصد اقول يعني لا الموضوع هو اللي عكس كده. عايز نوع من الحكمه يعني شويه. أنا عندي 80% من قضايا الأحوال الشخصية قضايا خاصة بأحكام الطلاق. يعني أنا عندي 24 مادة منهم 18 مادة بتتكلم في الطلاق. طب يعني اللي بيرفع قضية دلوقتي سواء خلع أو تطليق لضرر أو بيبقى يعني في أزمات زي كده، بتبقى إيه القصة؟ الست بتشتكي من إيه؟ حضرتك أولاً عشان نقول نفرق بين كذا حالة، يعني لو قلنا الخلع ليس له سبب، قضية إجراءات. وانا من وجهه نظري هو احد اسباب زياده نسبه الطلاق اللي احنا شايفينها دلوقتي، هو يشكل 60% او 50% من زيادتها. لان لو احنا عملنا دراسه مقارنه بين نسبه الطلاق من 85 سنه 2000 ونعمل نسبه مقارنه من 2000 ل 2015 هنلاقيها ضعف ضعف الضعف. ايوه بس حضرتك انا سهلت الزواج، سهلت الطلاق للخلع، قننت الزواج. بتتكلم من زاويه المراه ليه؟ طب ما ممكن الراجل يكون لا بيطلق. انا بتكلم عن القانون مش بتكلم عن داخل في الاحصائيه او في الرقم ده الرجاله اللي طلقت. قليله بالنسبه للطلاق المحاكم بالنسبه للخلع. حضرتك يعني عارف طبعا انا بقول لحضرتك 18 سنه هي اعلى حاجه حضرتك. تاني نقطه ان هو قانون الزواج السري. ثالث نقطة رفع سن الحضانة، ثالث نقطة اداها مسك الحضانة، ثالث نقطة اداها الولاية التعليمية. أصبح يعني لما يديها الحضانة والولاية التعليمية فده كده بيزود نسبة الحضانة، يبقى أصبح الأب. لا أنا مش واصل لي كلام حضرتك الصراحة. فقد انتمائه أو فقد علاقته بالأسرة أو بأولاده. أنا خلاص بعد الطلاق ليس هناك علاقة تربط الأب بأولاده غير الرؤية 3 ساعات في اليوم.
هو ليه حضرتك بتفترض دايما الحاجة أو السيناريو التاني؟ طب ما أنا ممكن أكون اتطلقت لأن جوزي اللي محسوب اسمه جوزي ما بيصرفش على الولاد وما بيعلمهمش وهو غني ومقتدر وبيعند معها في الولاد، ودي حالات كتيرة جدا موجودة. لحضرتك اللي بتاخد الموضوع من زاوية واحدة يعني مش فاهمة القانون من سنة من سنة 77 هو ادها حق الطلاق لله والمجتمع، وحقها بيجي بعد قد ايه يا فندم؟ النفقة بتيجي بعد قد ايه؟ احنا عندنا مشكلة في قانون الأحوال الشخصية. المشكلة بتتمثل قبل 2004 في ان ما كانش بيبقى في حكم طلاق نافذ الا بعد الفصل في الطالب النقض. جاء القانون سنة 2004 قال لك لا احنا ما فيش نقض في الأحوال الشخصية، لانه بيترتب على انه كان يبقى في نقض، كان الست بعد ما تاخد حكم طلاق نهائي بتتجوز. طب ما تتجوز يا فندم. لا ما هو النقد كان ده شيء غريب قوي. ما هو النقد حقها تتجوز عليك لو تسمعي. ما هو المجتمع مش عايز لها حقوق خالص. لو تسمعي اللي انت هتكلمي مش عايزين احنا اسفين يا فندم. اتفضل. بيجي النقد يلغي حكم الطلاق. طب ما ده كان عواطف اصبحت عوار. ايوه فاصبحت كده متزوجه اثنين. فجي القانون قال لك لا نلغي النقد. انت عايز تاخدي الموضوع من زاويه ان انا المراه، لا هو القصة بين طرفين. احنا عايزين ناخدها من زاوية عادلة يا فندم، لا من الرجل ولا من المرأة. الزاوية العادلة بقى ان انا ابتدي امسك القانون ده من اول وجديد وابتدي اشوف ايه المشكلة اللي فيه وازاي انا وصلت المرحلة دي وليه ده زاد بعد سنة 2000. انا اختلف مع حضرتك لو تسمح زي ما احنا عندنا مثلا. طب احنا ليه ما بنعملش مجلس قومي للرجل زي ما عندنا حضرتك ممكن تعملوا مجلس قومي للرجل؟ ما فيش قانون يمنع يعني. ما فيش مانع خالص طالما احنا هنبقى متعادلين في يعني بتدور على العداله من ناحيه ومن ناحيه. لا حضرتك ما حدش منع للمجتمع ولا قانون يعني احنا عايزين ما فيش ست بتطلب الطلاق حضرتك الا وهي متضرره. خليني اقول هو بالعكس، هو لو هنقول من زاويه واحده هو جاي للرجل، بس خليني اقول لحضرتك حاجه. الستات اللي بتلجأ في اخر حاجه ليها ان هي تروح للمحكمه اكيد هي مش رايحه علشان يعني تعمل شوبينج مثلا، هي رايحه علشان هي خلاص يعني مش قادره تعيش مع هذا الرجل. استنفذت كل اكيد محدش بيبقى عايز يتخلع او يخلع او يتطلق علشان بتنزل عن كل حالات كتيره جدا يعني. الحالات بقى استاذ عبير دي اللي انا عايزه اروح مع حضرتك الناحيه الاجتماعيه شويه. خليني افهم من حضرتك بناء على الدراسات اللي بتقوموا بيها، بتشوفوا ايه اكتر سبب بيبقى هو الغالب في فكره هنا بقى الطلاق؟ الاختيار الخاطئ. اختيار الخاطئ وعدم التفاهم، الخيانه الزوجيه وتدخل الاهل في المواضيع وعدم تحمل المسؤوليه. والجديد بقى السوشيال ميديا واثرها على الاثنين بقى، غير طبعا المسلسلات والاعلام والمسلسلات الكتيره اللي بقى فيها الخيانه. ده عادي ان واحده تكون متجوزه وتخش في علاقه تاني وممكن الناس تتعاطف معاها، ودي كمان بتعمل غسيل مخ. وان هو يروح يتجوز اثنين وثلاثه عادي، ان مجتمعنا ابتدى يقبل الفكره دي. المسلسلات دي اللي بتيجي كمان ليها اثر على الحياه الاسريه. ما انت بتشوف تكرارها بيدي للطبيعيه يعني بتديها طبيعيه. حاجه طبيعيه. انا كنت عايزه اتكلم عن الخيانه الزوجيه عايزه تركزي على بالتخصيص لانه دي من اهم الاسباب بتاعه الطلاق، كانت خيانه الزوجيه. يمكن رجالة كتير هتحب اليوم اللي أنا هقوله ويمكن لأ، لكن في كتير أبحاث دلوقتي برة أثبتت إن الخيانة الزوجية عند الرجل بتحدث لوجود جينات مسؤولة عن الخيانة، جينات بلس هرمونات هي المسؤولة. هي كده بتديهم مبرر. لا هي مش مبرر، لأن حتى مع وجود ده في وازع ديني، في وازع ثقافي. طب ممكن ارد على حضرتك في النقطه دي لو تسمحي لي يعني. انا هختلف شويه لان انا لا ارى ان الموضوع يعني ليه علاقه بهرمونات او غيره، بدليل ان احنا لو جينا دلوقتي عملنا او رحنا للاحصائيات المعموله وشفنا نسبه الخيانه اللي موجوده في المجتمعات العربيه وقارناها بالدول الاوروبيه هنلاقي ان احنا يعني عندنا نسبه عاليه جدا. فالمشكله في ثقافتنا وتربيتنا ملهاش علاقه بالوازع الديني او غيره. ما بقتش كده دلوقتي. انا ليا اصدقاء كتير متزوجين اجانب، انا بشوف الرجل الاجنبي يعني مش خاين او بنقدر نقول أقل زمان بكتير. زمان لا مش زمان والله. الاحصائيات دلوقتي انا معايا باسبور انجليزي وكنت عايشه 18 سنه هناك، فانا بتكلم كمان من واقع اللي كان بيحصل حواليا. طبعا كل الابحاث اللي انا دلوقتي بتكلم فيها كلها اجنبيه. في امريكا في يعني امريكا ابتدى يبقى في خيانه كمان. الابحاث دي مش عربيه على فكره، كلها ابحاث في امريكا والارجنتين
وفي بون بألمانيا. الأبحاث دي بتقول طبعا عملوا أبحاث على الفيران في الأول، في الفيران اللي موجود لأنه إحنا طبعا ريليتد دايما للفيران وكده، وعملوا والفار بيخون كمان في في الفار الجبلي تتخيلي، أما الفار مش جبلي لا سنجل فيش أمان في الدنيا حتى الفيران. فاكتشفوا إنه في عندهم جين مسؤول عن الحاجات دي. وبعد كده عملوا أبحاث على الهيومن البشر ولقوا انها موجوده. بيقولوا 60% من الرجال موجود عندهم الجين الوراثي ده، و23% دي بحث في فرنسا، 23% من الستات يعني بتفترض ان الراجل خاين بطبيعته يعني في 23% من النساء لقوا عندهم الجين بتاع الخيانه. طبعا هم بيقولوا نسبه تاثير الجين ده 20%، يعني في 80% لا في 20% موجود مع توفر البيئه التي تسمح له بالخيانه. احنا في الاخر بني ادمين، ما احناش يعني بالظبط ايه المجتمع بيقول هي اللي بتاثر عليه. وجود الهرمونات دي حاجه الواحد لازم يفكر فيها، لانه في حل كمان بيقول لك في هرمون الحب اللي هو الهرمون اللي بيزود عند الانسان العاطفه تجاه اولاده والعاطفه تجاه الشريك بتاعه. رشوه عملوا لعينه من 188 نسبه الطلاق نرش المصري عايزين لا لا لحظه بس دي حاجه يعني مهمه. 188 راجل عملوا لهم يعني ده بيتباع ده ولا ايه؟ هقول لك لسه 188 ثانيه بس اكمل طبعا هنرجع لحضرتك. 188 راجل عملوا عليهم التست ده، رشوا لهم في منهم رشوا ليهم وفي منهم لا، يعني اتواز فيك عشان يشوفوا النسبه هتعمل ايه. ودخلوا ست جذابه عليهم، لاحظوا ان اللي ترش الهرمون ده بتاع هرمون الحب عملوا فاصل بينهم وبين الست 15 سنتي، يعني ما اقدموش انه يقربوا ويتكلموا او ينجذبوا ليها. ففي حل، الحل موجود يعني في الابحاث دي كلها موجوده. هتقل نسبه الطلاق بس هو انا بس بعترض يعني اولا كلمه المصطلح خيانه لا هي دي جريمه وليس لا طبعاً. اتعامل مع المصطلح ده لا ده جريمه لا والله تختفر. ده كلام محترم. فحكايه ان انا اقول لا مفيش ده مفيش اي مبرر تحت اي مسمى صح. ده انا بقترح صح. كمان ان احنا نوصل في يعني هي مع الاسف بيتعامل قانون العقوبات مع جريمه الزنا باستخفاف يعني صح. بيترك الامر للزوج لو يعني الزوج راجل يعني مش مظبوط. شوف برضه بيتكلم عن الخيانه للزوج ممكن ما يحركش الزوج له حق يقتلها ومش بتحاسب. هكمل يعني ممكن ما يحركش دعوه جنائيه لو الراجل مش مظبوط. لا المفروض هذه جريمه بتمس المجتمع. طب ولو هو يخونها؟ لا ما فيش جريمه. ما طب ما هو ده بقى طيب ما احنا عايزين بقى المعادله دي تبقى صح. يبقى عشان كده هو يتسمح له هي تسمح لها لو قتل الجزء يبقى عادي. نسمع المستشار يا ريت تكمل بس جمله مفيده يعني. يعني اقصد اقول ان انا عشان كده بقول القانون بيتعامل بها غلط ليه؟ أيوه. مش عشان مع الست لا مع الطرفين غلط. صح المفروض اتعاملها صح طالما انها ثبتت. متى ما فيش حاجه اسمها جنحه دي ترقى الى مصاف الجنايات اوصلها للاشغال الشاقه ممكن الاعدام هي كمان. خليني اقول لحضرتك ما حضرتك طبعا مستشار وانا درست ما فيش حاجه اسمها ثانيه واحده ده ضرر وقع على شخصي مثلا فانا اللي بيكون ليا ده في قضايا مختلفه مش بس في هذه القضيه يعني انا اللي بيكون ليا طالما ضرر شخصي الزنا ليس ضرر شخصي لا ما هو ده ضرر مجتمعي هو زنا ضرر مجتمعي هو خان مين ليه بقى ممكن يترتب عليه اختلاط الانساب لا ممكن يترتب علينا نتائج خطيره. حضرتك في امبراطوريات دول عظمى انهارت بسبب هذه الجريمه يعني دي احد اسباب انهيار المجتمع. انا معاك فلا أنا يجوز معاك. التعامل بس لازم برضه يبقى في حقوق للست زي الراجل العقوبات. لا انا ما حضرتك هتعامل مع الراجل والست معامله انا واحدة. متفق على فكره يعني مش حاجه اسمها الراجل يخون وشكرا يعني. عشان عنده هرمون نخوه وبتاع لا انا مش بقول مسموح له عشان عنده الهرمون ما انا بقول الست برضه فيه هرمون برضه نسبه الطلاق ونرحم حاكم الاسره. لا هي قضيه يعني لو هنتكلم عن الخيانه انا هتفق مع سياده مستشار بصراحة إن أنا ما أقدرش أطلع أقول إن نوع معين من الناس يمكن دراسة حضرتك بتقوليها سليمة دي كل دي حاجة جديدة دي بس أنا جديدة حاليا يعني ما كلنا عندنا ممكن يكون جزء برضو ميول مثلا عدوانية بتاع فدي ممكن تبقى حاجات في تكوين البني آدم عامة فإحنا بشر وإحنا جايين مش عشان نقعد ندي مبرر لهرموناتنا طبعا بس ما فيش مثلا مبرر للتعدد في مبرر للتعدد
ما بيقول لك في مبرر للتعدد، يعني التعدد دي بقى التعدد قضية لما الراجل يتجوز على اكتر من واحد. لا الجواز هنا بتبقى علاقه شرعيه. طيب برضا الطرفين، احنا مش بنتكلم على ذنب. كويس ان حضرتك قلت برضا الطرفين. في دول في دول بتعاقب الزوج اللي ما يتجوزش اكتر من مين يعني. الدوله دي يا فندم؟ معرفش والله انا قريتها مره. انا عمري ما سمعت. لا لا والله في لا عمري ما سمعت، لكن اعرف انه تونس ممنوع تتجوز يعني اكتر من واحده مثلا. هو عمليه الزواج ما فيش كلمه زواج، يعني يعني ايجابي وقبول طبعاً. وتراضي كويس. بدون تراضي ما فيش زواج. طب هنا بقى فكون ان هي افترض يعني المشكله ان هو يخبي عن الزوجه الثانيه المتزوجه. هو ده هو ده الغلط يعني. وده يعاقب عليه بجنحه على فكره. يعاقب بالحبس. ايه بقى الحبس لمده قد ايه؟ الحبس لمده لا تقل عن ويثبتوا الحبس بتبدا طيب. عقوبته من يوم لحد 3 سنين. ما هو مش كان حد اتسجن فالزوج اللي بيخفي رقم 2 من غير ما يتزوج على زوجته ويخفي عن الاولى والثانيه هذا الزواج يعاقب بالحبس. اتمنى يبقى في تغليظ العقوبه اكتر، لان زي ما حضرتك قلت اختلاط الانساب ممكن برضو ينتج عن ده. الزواج هنا هو وان كان عمل وما عملش حاجه غلط، ولكن ان هو يخفي ويزور في الوثيقه ويقول في الوثيقه انه مش متزوج، هو ايه ان هو نيته بالسليمه بالزبط. المفروض ان هو يصارح الاولانيه والثانيه، وهو ده اللي احنا درسناه. فاذا قبلت الاولى كمان. هذا الوضع هي وقبلت الثانيه، وكتير بيحصل على فكره هم حرين بقى يعني الموضوع فعلا بس زي ما حضرتك قلت قانونا لو احنا هنتكلم وشرعا لازم الزوجه الاولى تعرف توافق. ولو بالزبط. هي ما وافقتش لها الحق في التطليق للضرر بالزبط. وده موجود في القانون. لكن فكره العشوائيه اللي عندنا دي للاسف دي نتاج من النتائج اللي احنا بنمر بقى زمان. لا كتير طبعا. ازاي بقى بيقدروا يثبتوا على الزوج ان هو اتجوز من غير رضا الزوجه الاولى؟ يعني بعد ما تزوج اخفى في الوثيقه ان هو متزوج اخرى وطلقت طبعا، لان ده ضرر، لان هو في نوع من الغش. وفي نفس ده الزوجه الثانيه اللي اتطلقت كويس لانه اخفى عنها وفي نفس الوقت اتحرك ضده جنحه لانه ارتكب جريمه. فهي القصه مش قصه كتر القوانين، قصه تطبيق القانون ويكون رادع الى حد كبير وفاهم القانون كويس. ده مهم يعني. طيب استاذه عبير في محاولات انتوا اكيد بتشتغلوا على ان احنا عايزين نقلل النسبه، بتعملوا ايه برضو عشان بنعمل محاضرات تثقيفية للطرفين طبعا، لان احنا النادي عندنا الطرفين. ازاي لما يكون عنده الواحد مشكلة بنناقش المشاكل واحدة واحدة عشان كل واحد يشوف توريليت، يعني يشوف هو هل هو طلق عشان واحدة من المشاكل دي، وازاي انها ما تأثرش في الجواز التاني عليه عشان نحل على حسب العدد اللي بيجي عندنا. ليه يا سيادة المستشار الاقتراح الأستاذ عبير بتتكلم فيه والناس كتير اتكلمت فيه اللي هو يبقى فيه حتى لو هنقول هنا بحكم القانون ان اي حد مقبل على الزواج لازم يروح ياخد هذا الكورس، وبعد ما ياخده ياخد شهادة وبعدين يتم عشان يفهموا يعني ايه جواز، او قبل الطلاق ما يتم يبقى فيه برضو لازم ياخدوا الكورس ده او يروح يستشيروا حد ويتوصل او يبقى فيه شهادة في الاخر زي شهادة طبية يعني مثلا. ده اعتقد ممكن يقل. أنا قالوا لك هنعمل شهادات طبية وهنرفع سن الزواج عشان السبب اللي بتقوليه حضرتك كلهم بيضربوها في الشهادات الطبية. الشهادات بتبقى صورية ايوه وهيجيب كورس صوري. القصة قصة إيمان وعقيدة وقصة تربية وقصة أخلاق صح. بس قصة أنا ما أكثر القوانين عندي ما أكثر التحايل عليه يعني شهادات كلها ده لازم المدرسة تدي انها حضروا زي الثانوية العامة ان سنها يبقى 18 سنة بيروح يسننوها. هو الكلام ده بيحصل صح. هو ده اللي بيحصل ومش كده وبس يعني ممكن لما ما يعرفش يسننها المأذون بيروح عامل عقدين، عقد عرفي وعقد رسمي. اول ما البنت توصل 18 سنة يروح بيطلع العقد الرسمي. يبقى احنا عملنا ايه؟ القصة قصة ثقافة، قصة اقتناع اقتناع. لازم اتعامل مع المجتمع واقنعه يا جماعه دوري انا هنا كاعلام لان مش دور المحاكم. ازاي اتواصل مع المجتمع بمختلف ثقافاته واقنعه ان انت لما بتجوز بنتك سنها صغير بتضرها طبعا مش بتخدمها. احنا ممكن نسيطر على الوضع ده خلي المدرسه دي زي مدرسه يعني يبقى لازم يقولوا انهم خلصوا الكورس، يعني هي كورس مثلا تبقى 10 حصص او سيشنز
فلازم مش معقول انه هيعرفوا يشتروا كل الناس دي علشان يعدوا الكورس. لا مش يشتروا مش يعني زي ما طبيا ممكن يتحايلوا عليها، بس دي مدرسه صعبه يتحايلوا عليها. انا مع حضرتك ان ممكن يكون صعب التحايل هنا في الحاله دي، بس الكلام ده للاسف صح برضه استاذ مستشار بيقولوا، لان احنا عندنا حيله لكل حاجه. انا ماشي، بس طبيا مثلا ممكن يجيبوا ورقه اي حد يختم لهم، بس دي كورس ومدرسه وتسجيل العلاقة الزوجية الإنسان بيتعلمها من كذا مصدر. الأولاني البيت، صح، تمام. دي مشكلة لو كانت الحالة الزوجية مش مظبوطة، ما هو أكيد العيال بيقعدوا يرخوا مع بعض كتير. تالت نقطة الإعلام والمسلسلات والأفلام اللي بيشوفها. إزاي أنا أخلي، مستحالة هتبقى النقاط كلها دي متعادلة في التأثير. أعتقد إن هو البيت هو أكثر النقاط تأثيرا على الأولاد في هذا. يعني أنا لو عملت دراسة على أسرة متماسكة وأشوف أولادهم بعد ما يتجوزوا هيبقوا إيه، مش هيحصل حالة انفصال. لو أنا جبت، أنا لاحظتها أكتر من مرة، دايما وأبدا إن اللي بيطلعوا بيبقى الأب والأم عندهم نفس التجربة أو في الأعلى أو في الأقل، أو مدلعين ولادهم زيادة مطلعينهم. استسهل، مفيش مسؤولية، استسهل. بس لا، موضوع الطلاق ده حاجة سهلة. ما ده ابويا اتطلق واتجوز واحده ثانيه، بقى دلوقتي حاجه سهله، فاصبح الموضوع بس زمان ما كانش سهل. زي ما واحد بيرتكب خطا او جريمه في الاول بتبقى صعبه، بعد كده تبقى ايه؟ سهله. يعني ربما ممكن، يعني طبعا مش اي بيت الاهالي فيه مطلقين ده سبب، او يعني انا قريت بره المتولي الشعراوي يعني عجبني لما بيقول ليس الخير، ليس الشر الذي يؤدي الى خير هو شر، وليس الخير الذي يؤدي الى شر هو خير. بمعنى اخر ان انا لما بقعد يعني اعيد التلفزيون، يعني في مسلسلات تبقى هادفه، يعني انا بصراحه زي مسلسل مثلا ابو العروسه ده، مسلسل هادف وجميل ممكن تتفرج عليه انت ولادك. في مسلسل انا مجرد بقعد واشوف الالفاظ والاسفاف الخلقي واللفظي، انا بتكسف اقعد جنب اولادي. يبقى اذا وبعد يبص يروح جايب مثلا الست، يعني تبقى تعبانه وطالعه من المطبخ مع العيال، ويروح جايب لك واحده من السواقه في التلفزيون، هيبص. وهي عكسه برضه، لو الراجل مش مهتم بلبسه هتلاقي مسلسل. فالقصه كلها قصه ازاي انا ما اخلطش الواقع او الحاجات اللي انا بشوفها دي بواقع اللي انا عايشه. هو خليني برضو اضيف على كلام حضرتك، وهو مش مختلف عنه، احنا للاسف اتربينا برضو على فكره في افلامنا وفي مسلسلاتنا، فكره ان نقعد نسمع واحنا اطفال. على فكره الكلمه دي انا سمعتها وفاكراها كويس قوي من وانا طفله، كنت اسمعها ان في الافلام يقولوا على زوجاتهم الحكومه. طب انت دلوقتي بتربي جيل ازاي؟ دايما نقعد اصل الحكومه على التليفون. دايما كنا بنسمع او بنفهم ان اتنين متجوزين لما الراجل مراته بتكلمه او روح او بتاع ان هو مش طايقها. فانا انا اتربى دلوقتي كشاب، يعني طفله صغيره عايزه بقى اكبر وافهم يعني ايه جواز، لما افهم ان انا جوزي من ظهري هيقول الحكومه او يعني ابسط المصطلحات. ف لا عايزه يعني فدي هو دي مشكله ضغوط الحياه، معلش يعني. فالاب يعني بيبقى مشغل في لقمه عيشه واكل عشان يوفر اكل، وهي بتبقى وكمان بتشتغل وبتشتغل في البيت، يعني بتشتغل بره. أيوة يعني هي بتعمل شغله وبتعمل دور تاني. فتخيلي كل الضغوط دي على الاثنين. فانا لو انا يعني فكتر خيرهم يعني مع الحياه المعيشيه. خليني اكمل بس يا سياده المستشار كمان نقطتي. على الصعيد الثاني، لما دلوقتي بنتفرج على افلام مثلا امريكاني او غيره، بتشوف قد ايه حتى لو البطل في كارثه حقيقيه ان هو دايما بيفكر في مراته وفي ولاده. يعني بنسبه كبيره الافلام دي او دي الثقافه اللي بتنتشر هناك. فشوف المجتمع ده هيبقى عامل ازاي والمجتمع ده عامل ازاي. انا لما اقعد اغذي الاطفال والشباب ان الجواز ده خنقه وان الراجل لازم يخون وان لازم يتجوز كذا واحده وان هي برده مش عارف ايه، فانا هربي جيل عامل ازاي؟ ما كل حاجه ليها نتيجه، ما احنا مش عايشين لوحدنا. طبعا الاعلام والدراما والسينما طبعاً. والكتابه اللي بتتكتب كل ده مهم جدا. طيب الوقت بيجري استاذه عبير، بحكم طبعا شغلك وممارستك في هذا الملف، تقدري دلوقتي نقول نصيحه للشباب بقى اللي مقبل على الجواز او مقبل على الطلاق، تنصحيهم ازاي؟ اختاروا صح، لازم يبقى عندهم اسس للاختيار الصحيح، عشان هو ده اللي هيخلي حياتهم تمشي.
إذا كان اختيارهم خاطئ حياتهم مش هتمشي. فلازم يعني يقعدوا يتكلموا مع بعض، يعملوا تستات، في تستات كتيرة قوي موجودة على الانترنت ممكن الاثنين يعملوها مع بعض بشفافية عشان مبقاش في كذب وبعد كده الصورة تتغير بعد ما يتجوزوا، لأن دي الحالات اللي بتحصل، كل واحد بيوري أحلى ما فيه وبعد كده بعد الجواز بيظهر بقى الحقيقة. فإذا مش عايزين الطلاق بعد كل المصاريف اللي هم بيتكبدوها هم وأهليهم، لازم من دلوقتي يشتغلوا على اختيارهم الصح. طب لو حد دلوقتي يعني بيفكر في انفصال او غير، برضو بتنصحيه يعمل ايه؟ يروحوا فين؟ لازم يروحوا لحد مختص يقعدوا معاه يتكلموا برضو بشفافية عشان يعرفوا فين المشكلة يحللوها، لو هي قابلة للحل، لانه في حاجات ممكن تكون صفات وفي حاجات عادات، الصفات مش بتتغير، العادات هي متتغير، لو وصلوا لكمبرومايزنج الاثنين، فهي دي لازم تعمل. تمام جدا. سيادة المستشار نصيحة أخيرة كده من يعني غير ما ناخدها للرجل أو للست، نصيحة في العموم، نصيحة لثلاث أطراف. طب بس أنا هستأذنك سريعا، الذي لم يتزوج والطرف الثاني الذي تزوج والطرف اللي طلق. الطرف الذي لم يتزوج نعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واصفر بذات الدين تربت يداه. يعني آخذ اللي على خلق وملتزمة على او ملتزم وعلى خلق. مش هقول محجبه، مش هقصد ده، لان في الاخلاق ما بتكلمش ده، ما لهمش علاقه بالاخلاق خالص. ناخد حد انا بتكلم على الخلق، الالتزام بالدين. انا بقول بقى نصيحه للمتزوجين، انا عارف ان انتوا في الحياه صعبه، يعني انا ارجوكم انتوا عندكم اولاد حاولوا تتجاوزوا خلافاتكم بقدر المستطاع، الطلاق مش ميزه واولادكم هيتدمروا. تمام. للهم بعد الطلاق اقول للزوجه او للمطلق، اتقي الله في اولادك، اصرف عليهم. أيوة. وتابعهم. بس كلام محترم. سياده المستشار بشكرك، بشكرك استاذ عبير جدا. أهلا. وسريعا جدا والله لو فهمنا، طبعا انا مش خبيره يعني، بس انا بحاول ابقى فاهمه برضو ان الموضوع او الجواز بالنسبه لي حسب مفهومي هو مش حرب، يعني احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا الاثنين عايزين نعلي بعض، احنا الاثنين عايزين نعمل بيت، عايزين نجيب اولاد سليمة ناجحين، ونبقى احنا كمان ناجحين قدامهم عشان يقدروا يبقوا ناجحين. اهم حاجة في الدنيا ان انت تربي عيال او اطفال فعلا تبقى ناجحة في المجتمع وتبقى فخور بيها بعد كده. انا بشكر حضراتكم جدا جدا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من الحياة اليوم السبت الجاي. مع السلامة. هي ابغض الحلال عند الله، كلمة صغيرة على اللسان مدمرة للمجتمع والانسان. الطلاق، لا شك أن قضية الطلاق تشغل الرأي العام وتولي الدولة بها اهتماما كبيرا، فوفقا لتعداد وبيانات عام 2017 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المطلقين في مصر بلغ 710 ألف نسمة، ويوجد 200 ألف حالة طلاق تقع سنويا، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 والثلاثين عام. وترجع زيادة معدلات الطلاق في مصر إلى أسباب عديدة، من ضمنها قانون الخلع، والذي يشكل أحد أهم وأخطر الأسباب، حيث يرى بعض الرجال الدين أن القانون أعطى للمرأة حقوقا أكثر من تلك التي كفلتها لها الأديان السماوية. أسباب أخرى اختلفت كثيرا عما كان متعارف عليه في الماضي، مثل الخيانة الزوجية، تعاطي المخدرات والمسكرات، وحالات العنف الزوجي وغيرها. لكن الطلاق اليوم يتم لأسباب مغايرة تماما، تمثل فيها مواقع التواصل الاجتماعي رأس الحربة في إنهاء العلاقات الزوجية. وفي ناحية أخرى تأتي أرقام مدهشة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المنصرم حول الزواج العرفي الذي أصبح آفة تهدد المجتمع، خاصة مع ارتفاع أعداد عقود الزواج العرفي الموثقة إلى 128 ألف عقد، بما يمثل 13% من جملة العقود، مقابل زيادة قدرها 21% خلال عام 2015. زواج عرفي يلجأ إليه الشباب في أحيان كثيرة لتسهيل ما صعبه الآباء عليهم من متطلبات الزواج الباهظة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية. إسراء عبد التواب، الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم، فقرة مهمة، فقرة مهمة لأن هي بتمس قضية عندنا في المجتمع، للأسف قضية بقى فيها كلام كتير وبقت نسبتها عالية قوي. احنا بنتكلم ان مصر مش من أولى الدول المعدل في الطلاق، لا دي أولى الدول، يعني هي رقم واحد، عندنا معدلات طلاق مرتفعة جدا، يمكن حسب الإحصائيات طلقة كل تقريبا 6 دقائق. ففي أزمة، في مشكلة، عايزين نفهم طب والحل إيه، لأن مش بس احنا عايزين نعرض مع حضراتكم دلوقتي التقارير أو المشكلة، لا احنا عايزين نفهم
احنا هنستمر كده ولا العجز فين او الازمه فين بالظبط؟ التقرير كان بيتكلم ان يمكن الخلع وده ما اعرفش وفقا لايه بالظبط توصلوا للنتيجه دي ان الخلع يمكن هو السبب. لا انا اعتقد الخلع ده ربنا شرعه وفي نفس الوقت ستات كتير جدا بتلجا ليه وده حقها علشان هي بتكون شعره ان هي مش قادره تكمل مع هذا الرجل لاسباب كتير في منها الظلم اكيد ما فيش ست عايزه تخرب بيتها يعني. فهنفهم بالظبط ايه الاسباب ولو حد هيسالني إيه رايي وانا مش مفروض اقول رايي بس اعتقد غياب المسؤوليه هعرف من ضيوفي لان هم الخبراء في هذا المجال. خليني ارحب بسياده المستشار عبد الله الباجه رئيس محكمه استئناف القاهره. مساء الخير يا فندم. والاستاذه عبير الانصاري رئيس نادي المطلقين. مساء الخير على حضرتك. حلو نادي المطلقين ده تالي ناس كتير هتروح تبقى عضو فيه. احنا من 2007 موجودين والعدد بتتزايد طبعا. دلوقتي انتوا واصلين كام واحد؟ لا احنا عاده عامه حوالي 250 ل 200 في كل حقبه زي ما بيقولوا كل فتره ناس بتمشي وناس بتيجي فهم دايما حوالي 200 250. طيب انا هبدا مع حضرتك اتفضل. عايزة أفهم والناس كلها دلوقتي عايزة تفهم لما تسمع تقرير زي ده أكيد أنتوا عملتوا دراسات وأكيد بتحاولوا أن أنتوا توصلوا هو في إيه؟ إحنا ليه كده في مصر مش عارفين نتفاهم ولا في خيانة زيادة ولا مفهوم الجواز مش واصل ولا هي فكرة مسؤولية ولا الستات مش فاهمة برضو إزاي تتعامل يعني خلينا نفهم من حضرتك. ثقافة الزواج معدومة احنا ده مشكلة كبيرة خصوصا في السن الصغيرة يعني نسبة الطلاق في السن الصغيرة بين 25-35-60% 60% كتير برضه. في طبعا دول انتصرت على البرسنتج العالية دي النسب العالية انها بتعمل كورسات للناس اللي طالبين يتجوزوا في زي لايسنس بياخدوها قبل ما يتجوزوا لازم ياخدوا الكورس كامل وبعد كده يخشوا على الجواز واي ثينك انه احنا لو عملنا كده يعني هتقل النسب الطلاق عندنا بس ما فيش احنا من هاتي في الموضوع ده من زمان قوي ما حدش عمل اي خطوه في الموضوع غير احنا عندنا السنترز دي اصلا زي بره يعني عندنا الناس دي او الدكاتره دي موجودين موجودين بس عايزين ويل او ناس يبقى عندهم قلبهم على الموضوع ويحسوا ان الموضوع ده فيه اهميه عشان يبتدوا يتحركوا وبقينا يعني اظن الموضوع كتر قوي ان المفروض حد يبتدي يحط بقى خطط للسيطره عليه. انا بتفق مع حضرتك. طيب سياده المستشار هطرح على حضرتك نفس التساؤل بس من وجهه نظر مختلفه. حضرتك طبعا بحكم شغلك يعني قضايا زي دي كتيره جدا بتعدي عليك بصراحه وبمنتهى الوضوح السبب الرئيسي هنا بتكون تقريبا ايه او بيكون ايه؟ طيب انا هقول لحضرتك كده انا يعني انا فضلت ماسك محكمة الاسره من 98 ل 2016 18 سنة اشتغلت فيها بلائحة الأحكام الشرعية اسمها كانت في حاجة اسمها لائحة ترتيب الأحكام الشرعية وكان بعد كده القانون رقم 1 سنة 2000 وبعد كده القانون رقم 10 سنة 2004. لو احنا هنلاقي لو احنا درست تطور الأحوال الشخصية في مصر وازاي تعاملت مع قضية الطلاق هنلاقي ما كانش فيه غير لأنه كان في سنة قبل سنة 2000 كان بيطبق المذهب الإمام أبو حنيفة في الطلاق ما كانش في حاجة اسمها طلاق إلا للحبس والغيبة مش حاجة اسمها طلاق للضرر ما كانش بيستحق متعة كان في حاجات كتيرة التطليق للضرر أم طلاق ما فيش حاجة اسمها تطليق للضرر ما فيش للمرأة لا يعني ما فيش كان هو تطليق للغيبة وتطليق للسجن إنه يسجن وتكون العقوبة أكتر من 3 سنين ويكون طلب الطلاق بعد سنة من حبس أو إن يكون متغيب عنها يعني متغيب عنها غيبة قريبة مثلا هاجرها بس في نفس البلد وقعت بيت تاني أو مسافر وسايبها ده كانت الحالات دي بس حالتين بس كالقانون 185 زود الطلاق للضرر وزود طلاق للزواج بأخرى إذا كان في ضرر زود أسباب كتير كالقانون 2000 وزود نسبة الخلع إحنا عندنا في مصر أكتر بلد فيها أسباب للطلاق فيها ممكن 13 او 12 سبب ضرر عين اللي هو عدم القدره على اتيان الزوجه العيب المستحكم الغيبه بس ده ما اعتقدش يبقى ليه سبب يعني ده بالعكس ده كده حضرتك يعني بتسهل برضو على الناس احنا سهلنا لحد ما حصل الاسهال اللي احنا شايفينه يعني حضرتك شايف ان اقصد اقول يعني لا الموضوع هو اللي عكس كده عايز نوع من الحكمه يعني شويه أنا عندي 80% من قضايا الأحوال الشخصية قضايا خاصة وأحكام الطلاق.
يعني انا عندي 24 ماده منهم 18 ماده بتتكلم في الطلاق. طب يعني اللي بيرفع قضيه دلوقتي سواء خلع او تطليق لضرر او بيبقى يعني في ازمات زي كده بتبقى ايه القصه؟ الست بتشتكي من ايه؟ حضرتك اولا عشان نقول نفرق بين كذا حاله، يعني لو قلنا الخلع خلع ليس له سبب، قضيه اجراءات، وانا من وجهه نظري هو احد اسباب زياده نسبه الطلاق اللي احنا شايفينها دلوقتي، هو يشكل 60% او 50% من زيادتها. لان لو احنا عملنا دراسه مقارنه بين نسبه الطلاق من 85 سنه 2000 ونعمل نسبه مقارنه من 2000 ل 2015 هنلاقيها ضعف ضعف الضعف. ايوه بس حضرتك انا سهلت الزواج، سهلت الطلاق الخلع، قننت الزواج. بتكلم من زاويه المراه ليه؟ طب ما ممكن راجل يكون بيطلق. انا بتكلم على القانون مش بتكلم على داخل في الاحصائيه او في الرقم ده الرجاله اللي طلقت قليله بالنسبه للطلاق المحاكم بالنسبه للخلع. حضرتك يعني عارف طبعا انا بقول حضرتك 18 سنه هي اعلى حاجه حضرتك. تاني نقطه ان هو قانون الزواج السري. ثالث نقطة رفع سن الحضانة، ثالث نقطة اداها مسك الحضانة، ثالث نقطة اداها الولاية التعليمية، أصبح يعني لما يديها الحضانة والولاية التعليمية فده كده بيزود مسك الحضانة يبقى أصبح الأب. لا أنا مش مش واصل لي كلام حضرتك فقد صراحة. فقد انتمائه أو فقد علاقته بالأسرة أو بأولاده. أنا خلاص بعد الطلاق ليس هناك علاقة تربط الأب بأولاده غير الرؤية 3 ساعات في اليوم. هو ليه حضرتك بتفترض دايما الحاجه او السيناريو الثاني؟ طب ما انا ممكن اكون اتطلقت لان جوزي اللي محسوب اسمه جوزي ما بيصرفش على الولاد وما بيعلمهمش وهو غني ومقتدر وبيعند معاها في الولاد، ودي حالات كتيره جدا موجوده. دي حاجه بتاخد الموضوع من زاويه واحده يعني مش فاهمه القانون من سنه من سنه 1979 هو ادها حق الطلاق بالعلاقه كده للهو المجتمع يعني. وحقها بيجي بعد قد ايه يا فندم؟ النفقه بتيجي بعد قد ايه؟ احنا عندنا مشكله في قانون احوال الشرعيه. المشكله بتتمثل قبل 2004 في ان ما كانش بيبقى في حكم طلاق نافذ الا بعد الفصل في الطالب النقض. جاء القانون سنه 2004 قال لك لا احنا ما فيش نقض في الاحوال الشخصيه لانه بيترتب على انه كان يبقى في نقض. كان الست بعد ما تاخد حكم طلاق نهائي بتتجوز. طب ما تتجوز يا فندم. لا ما هو النقد كان ده شيء غريب قوي. ما هو النقد ايه حضرتك لو تسمعي ما هو المجتمع مش عايز لها حقوق خالص. لو تسمعي اللي انت هتكمل مش عايزين احنا اسفين يا فندم اتفضل. بيجي النقد يلغي حكم الطلاق. طب ما ده كان عواصل اصبح عوار ايوه فاصبحت كده متزوجه اثنين. فجه القانون قال لك لا نلغي النقد. انت عايز تاخدي الموضوع من زاويه ان انا المراه لا هو القصه بين طرفين. احنا عايزين ناخدها من زاويه عادله يا فندم لا من الرجل ولا من المراه. الزاويه العادله بقى ان انا ابتدي امسك القانون ده من اول وجديد وابتدي اشوف ايه المشكله اللي فيه وازاي انا وصلت المرحله دي وليه ده زاد بعد سنه 2000. انا اختلف مع حضرتك لو تسمح زي ما احنا عندنا مثلا. طب احنا ليه ما نعملش مجلس قومي للرجل زي ما عندنا حضرتك ممكن تعملوا مجلس قومي للرجل ما فيش قانون يمنع يعني ما فيش مانع خالص طالما احنا هنبقى متعادلين في يعني بتدور على العداله من ناحيه ومن ناحيه. لا حضرتك ما حدش منع لا للمجتمع ولا قانون يعني احنا عايزين يبقى ما فيش ست بتطلب الطلاق حضرتك الا وهي متضرره. طيب خليني اقول هو بالعكس هو لو هنقول من زاويه واحده هو جاي للرجل بس خليني اقول لحضرتك حاجه. الستات اللي بتلجأ في اخر حاجه ليها ان هي تروح للمحكمه اكيد هي مش رايحه علشان يعني تعمل شوبينج مثلا هي رايحه علشان هي خلاص يعني مش قادره تعيش مع هذا الرجل استنفذت كل اكيد محدش بيبقى عايز يتخلع او يخلع او يتطلق علشان بتنزل عن كل حالات كتيره جدا أصلاً يعني. الحالات بقى استاذ عبير دي اللي انا عايزه اروح مع حضرتك الناحيه الاجتماعيه شويه خليني افهم من حضرتك بناء على الدراسات اللي بتقوموا بيها بتشوفوا ايه اكتر سبب بيبقى هو الغالب في فكره هنا بقى الطلاق؟ الاختيار الخاطئ. اختيار الخاطئ وعدم التفاهم، الخيانه الزوجيه وتدخل الاهل في المواضيع وعدم تحمل المسؤوليه والجديد بقى السوشيال ميديا واثرها على الاثنين بقى غير طبعا المسلسلات والاعلام والمسلسلات الكتيره اللي بقى فيها الخيانه ده عادي ان واحده تكون متجوزه وتخش في علاقه تاني وممكن الناس تتعاطف معاها ودي كمان بتعمل غسيل مخ وان هو يروح يتجوز 2 و3 عادي ان مجتمعنا ابتدى يقبل الفكره دي المسلسلات دي اللي بتيجي كمان ليها اثر على الحياه الاسريه ما انت بتشوف تكرارها بيدي للطبيعيه يعني بتديها طبيعيه حاجه طبيعيه. انا كنت عايزه اتكلم عن الخيانه الزوجيه
حضرتك عايزه تركزي على بالتخصيص فضل. لانه دي من اهم الاسباب بتاعه الطلاق كانت خيانه زوجيه. يمكن رجاله كتير هتحب اليوم اللي انا هقوله ويمكن لا، لكن في كتير ابحاث دلوقتي بره اثبتت ان الخيانه الزوجيه عند الرجل بتحدث لوجود جينات مسؤوله عن الخيانه، جينات بلس هرمونات هي المسؤوله. هي كده بتديهم مبرر؟ لا هي مش مبرر، لان حتى مع وجود ده في وازع ديني، في وازع ثقافي. طب ممكن ارد على حضرتك في النقطه دي لو تسمحي لي؟ يعني انا هختلف شويه، لان انا لا ارى ان الموضوع يعني ليه علاقه بهرمونات او غيره، بدليل ان احنا لو جينا دلوقتي عملنا او رحنا للاحصائيات المعموله وشفنا نسبه الخيانه اللي موجوده في المجتمعات العربيه وقارناها بالدول الاوروبيه هنلاقي ان احنا يعني عندنا نسبه عاليه جدا. فالمشكله في ثقافتنا وتربيتنا ملهاش علاقه بالوزع الديني او غيره. ما بقتش كده دلوقتي. هناك انا عليا اصدقاء كتير متزوجين اجانب، انا بشوف الرجل الاجنبي يعني مش خاين، او نقدر أقل زمان كتير. زمان لا مش زمان والله. الاحصائيات يعني دلوقتي إيه يا فندم؟ انا معايا باسبور انجليزي وكنت عايشه 18 سنه هناك، فانا بتكلم كمان من واقع اللي كان بيحصل حواليا. طبعا كل الابحاث اللي انا دلوقتي بتكلم فيها كلها اجنبيه في امريكا، في يعني امريكا يعني ابتدى يبقى في خيانه كمان. الابحاث دي مش عربيه على فكره، كلها ابحاث في امريكا والارجنتين وفي بون بالمانيا. الابحاث دي بتقول طبعا عملوا ابحاث على الفيران في الاول، الفيران اللي موجود، لانه احنا طبعا ريليتد دايما للفيران وكده، وعملوا والفار بيخون كمان في في الفار الجبلي تتخيلي، اما الفار مش جبلي لا سنجل مفيش امان في الدنيا دي حتى الفيران. فاكتشفوا انه في عندهم جين مسؤول عن الحاجات دي. وبعد كده عملوا ابحاث على الهيومن البشر ولقوا انها موجوده. بيقولوا 60% من الرجال موجود عندهم الجين الوراثي ده، و23% دي بحث في فرنسا، 23% من يعني الستات يعني بتفترض ان الراجل خاين بطبيعته يعني. في 23% من النساء لقوا عندهم الجين بتاع الخيانه. طبعا هم بيقولوا نسبه تاثير الجين ده 20%، يعني في 80% لا ف 20% موجود مع توفر البيئه التي تسمح له بالخيانه. احنا في الاخر بني ادمين، ما احناش يعني بالظبط ايه المجتمع بيقول هي اللي بتاثر عليه. وجود الهرمونات دي حاجه الواحد لازم يفكر فيها، لانه في حل كمان بيقول لك في هرمون الحب اللي هو الهرمون اللي بيزود عند الانسان العاطفه تجاه اولاده والعاطفه تجاه الشريك بتاعه. رشوه عملوا لعينه من 188 نسبه الطلاق نرش المصري عايزين لا لا لحظه بس دي حاجه مهمه. 188 راجل عملوا لهم ده بيتباع ده ولا ايه؟ هقول لك لسه 188 ثانيه بس هكمل طبعا هنرجع لحضرتك. 188 راجل عملوا عليهم التست ده، رشوا لهم في منهم رشوا ليهم وفي منهم لا، يعني توسفيك عشان يشوفوا النسبه هتعمل ايه، ودخلوا ست جذابه عليهم. لاحظوا ان اللي ترش الهرمون ده بتاع هرمون الحب عملوا فاصل بينهم وبين الست 15 سنتي، يعني ما اقدموش انه يقربوا ويتكلموا او ينجذبوا ليها. ففي حل، الحل موجود يعني في الابحاث دي كلها موجوده. هتقل نسبه الطلاق بس هو انا بس بعترض يعني. اولا كلمه المصطلح خيانه لا هي دي جريمه وليس لا طبعاً. اتعامل مع المصطلح ده لا ده جريمه لا والله ده كلام محترم. فحكايه ان انا اقول لا مفيش ده مفيش اي مبرر تحت اي مسمى صح. ده انا بقترح كمان ان احنا نوصل في يعني هي مع الاسف بيتعامل قانون العقوبات مع جريمه الزنا باستخفاف يعني صح. بيترك الامر للزوج لو الزوج راجل يعني مش مظبوط. شوف برضه بيتكلم عن الخيانه للزوج ممكن ما يحركش الزوج له حق يقتلها ومش بتحاسب. هكمل يعني ممكن ما يحركش دعوه جنائيه لو الراجل مش مظبوط. لا المفروض هذه جريمه بتمس المجتمع. طب ولو هو يخونها
لا ما فيش جريمه. ما هي طب ما هو ده بقى طيب المعادله دي تبقى صح، يبقى عشان كده هو يتسمح له وهي تسمح لها لو قتل الجزء يبقى عادي. نسمع المستشار اتفضل بس جمله مفيده يعني. يعني اقصد اقول ان انا عشان كده بقول القانون بيتعامل بيها غلط ليه؟ أيوه. مش عشان مع الست، لا مع الطرفين غلط. صح. المفروض اتعامل صح طالما انها ثبتت. متى ما فيش حاجه اسمها جنحه، دي ترقى الى مصاف الجنايات، اوصلها للاشغال الشاقه ممكن الاعدام. هي خليني اقول لحضرتك، ما حضرتك طبعا مستشار وانا درست. ما فيش حاجه اسمها ثانيه واحده. ده ضرر وقع على شخصي مثلا، فانا اللي بيكون ليا ده في قضايا مختلفه مش بس في هذه القضيه، يعني انا اللي بيكون ليا طالما ضرر شخصي. لا الزنا ليس ضرر شخصي. لا ما هو ده ضرر مجتمعي. هو زنا ضرر مجتمعي خطير. ليه بقى؟ ليه ممكن يترتب عليه اختلاط الانساب، لا ممكن يترتب علينا نتائج خطيره. حضرتك في امبراطوريات دول عظمى انهارت بسبب هذه الجريمه، يعني دي احد اسباب انهيار المجتمع. انا معاك، فلا أنا يجوز معاك. التعامل بس لازم برضه يبقى في حقوق للست زي الراجل. لا انا ما حضرتك اتعامل مع الراجل والست معامله انا واحدة. متفق على فكره، يعني مش حاجه اسمها الراجل يخون وشكرا عشان عنده هرمون نخوه وبتاع. لا انا مش بقول، فأنا مش عايز بقول مسموح له عشان عنده الهرمون، ما انا بقول الست برضه فيه هرمون برضه. بس الطلاق ونرحم حاكم الاسره. لا هي قضيه، يعني لو هنتكلم عن الخيانه انا هتفق مع سياده مستشار بصراحة إن أنا ما أقدرش أطلع أقول إن نوع معين من الناس، يمكن دراسة حضرتك بتقوليها سليمة دي كل دي حاجة جديدة. دي بس أنا جديدة حاليا يعني حصلت. ما كلنا عندنا ممكن يكون جزء برضو ميول مثلا عدوانية بتاع، فدي ممكن تبقى حاجات في تكوين البني آدم عامة، فإحنا بشر وإحنا جايين مش عشان نقعد ندي مبرر لهرموناتنا طبعا. بس ما فيش مثلا مبرر للتعدد، في مبرر للتعدد ما بيقول لك في مبرر للتعدد، يعني التعدد دي بقى التعدد قضية لما الراجل يتجوز على اكتر من واحد. لا الجواز هنا بتبقى علاقه شرعيه. طيب بيضا الطرفين، احنا مش بنتكلم على الزنا. كويس ان حضرتك قلت بيضا الطرفين. في دول بتعاقب الزوج اللي ما يتجوزش اكتر من مين. الدوله دي يا فندم معرفش والله، انا قريتها مره. انا عمري ما سمعت. لا والله في لا عمري ما سمعت. كان اعرف انه تونس ممنوع تتجوز يعني اكتر من واحده. هو عمليه الزواج ما فيش كلمه زواج، يعني ايجابي وقبول طبعاً. وتراضي طبعا. بدون تراضي ما فيش زواج. طب هنا بقى فكل ان هي الافترض، يعني المشكله ان هو يخبي عن الزوجه الثانيه المتزوج. هو ده الغلط يعني. وده يعاقب عليه بجنح على فكره. يعاقب بالحبس. ايه بقى الحبس لمده قد ايه؟ الحبس لمده لا تقل عن ما هو الحبس طيب. بتبدا عقوبته من يوم لحتى 3 سنين. ما هو مش حد اتسجن لانه اتجوز رقم 2 من غير ما يتزوج على زوجته. ما دي مشكلة. ويخفي عن الاولى والثانيه هذا الزواج يعاقب بالحبس. اتمنى يبقى في تغليظ للعقوبه اكتر، لان زي ما حضرتك قلت اختلاط الانساب ممكن برضه ينتج عن ده. الزواج هنا هو وان كان عمل وما عملش حاجه غلط، ولكن ان هو يخفي ويزور في الوثيقه ويقول في الوثيقه انه مش متزوج، هو اذا هو نيته بالسليمه. المفروض انه يصارح الاولانيه والثانيه، وهو ده اللي احنا درسناه. فاذا قبلت الاولى كمان هذا الوضع هي وقبلت الثانيه، وكتير بيحصل على فكره هم حرين بقى. بس يعني الموضوع فعلا بس زي ما حضرتك قلت قانونا لو احنا هنتكلم وشرعا لازم الزوجه الاولى تعرف توافق. ولو هي ما وافقتش لها الحق في التطليق للضرر. وهذا موجود في القانون. لكن فكره العشوائيه اللي عندنا دي للاسف دي نتاج من النتائج اللي احنا دلوقتي بنمر بأزمات. لا كتير طبعا. ازاي بقى بيقدروا يثبتوا على الزوج ان هو اتجوز من غير رضا الزوجه الاولى؟ يعني بعد ما تزوج اخفى في الوثيقه ان هو متزوج اخرى وطلقت طبعا، لان ده ضرر، لان هو في نوع من الغش. ده الزوجه الثانيه اللي اتطلقت كويس لانه اخفى عنها وفي نفس الوقت اتحرك ضده جنحه لانه ارتكب جريمه. فهي القصه مش قصه قتل القوانين، قصه تطبيق القانون ويكون رادع الى حد كبير. وأكون فاهم القانون كويس. ده مهم يعني. طيب استاذه عبير، في محاولات انتوا اكيد بتشتغلوا على ان احنا عايزين نقلل النسبه، بتعملوا ايه برضو عشان بنعمل محاضرات تثقيفية للطرفين طبعا، لان احنا النادي عندنا الطرفين. ازاي لما يكون عنده الواحد مشكلة بنناقش المشاكل واحدة واحدة عشان كل واحد يشوف تو ريليت، يعني يشوف هو هل هو طلق عشان واحدة من المشاكل دي، وازاي انها ما تأثرش في الجواز التاني عليه.
عشان نحل على حسب العدد اللي بيجي عندنا. ليه يا سيادة المستشار الاقتراح الأستاذ عبير بتتكلم فيه والناس كتير اتكلمت فيه اللي هو يبقى فيه حتى لو هنقول هنا بحكم القانون ان اي حد مقبل على الزواج لازم يروح ياخد هذا الكورس وبعد ما ياخده ياخد شهادة وبعدين يتم عشان يفهموا يعني ايه جواز او قبل الطلاق ما يتم يبقى فيه برضو لازم ياخدوا الكورس ده او يروح يستشيروا حد ويتوصل او يبقى فيه شهادة في الاخر زي شهادة طبية يعني مثلا ده اعتقد ممكن يقلل. احنا قالوا لك هنعمل شهادة طبية وهنرفع سن الزواج عشان السبب اللي بتقوليه حضرتك كلهم بيضربوها الشهادات الطبية الشهادات بتبقى صورية ايوه وهيجيب كورس صوري القصة قصة إيمان وعقيدة وقصة تربية وقصة أخلاق صح بس قصة احنا ما أكثر القوانين عندنا ما أكثر التحايل عليه يعني شهادات كلها المفروض ان هو المدرسه تدي انها حضره زي الثانويه العامه ان سنها يبقى 18 سنه بيروح يسننوها هو الكلام ده بيحصل صح هو ده اللي بيحصل ومش كده وبس يعني ممكن لما ما يعرفش يسننها المأذون بيروح عامل عقدين عقد عرفي وعقد رسمي اول ما البنت توصل 18 سنه يروح بيطلع العقد الرسمي يبقى احنا عملنا ايه القصه قصه ثقافه قصه اقتناع اقتناع لازم اتعامل مع مجتمع واقنعه يا جماعه الدور دور دوري انا هنا كاعلام لان مش دور المحاكم ازاي اتواصل مع المجتمع بمختلف ثقافاته واقنعه ان انت لما بتجوز بنتك سنها صغير بتضرها طبعا مش بس بتخدمها احنا ممكن نسيطر على الوضع ده بخلي المدرسه دي زي مدرسه يعني يبقى لازم يقولوا انهم خلصوا الكورس يعني هي كورس مثلا تبقى 10 حصص او سيشنز فلازم مش معقول انه هيعرفوا يشتروا كل الناس دي علشان يعدوا لا الكورس مش يشتروا يعني زي طبيا ممكن يتحايلوا عليها بس دي مدرسه صعبه انا حضرتك ان ممكن يكون صعب التحايل هنا في الحاله دي بس الكلام ده للاسف صح برضه ست مستشار بيقولوا لان احنا عندنا حيله لكل حاجه انا ماشي بس طبيا مثلا ممكن يجيبوا ورقه اي حد يختم لهم بس دي كورس ومدرسه وتسجيل العلاقه الزوجيه العلاقه الزوجيه الانسان بيتعلمها من كذا مصدر الاولاني البيت صح طب دي مشكله لو كانت الحاله الزوجيه مش مظبوطه ما هو اكيد العيال بيقعدوا يرغوا مع بعض كتير ثالث نقطه الاعلام والمسلسلات والافلام اللي بنشوفها ازاي انا اخلي مستحيل هتبقى النقاط كلها دي متعادله في التاثير اعتقد ان هو البيت هو اكثر نقاط تاثيرا على الاولاد في هذا يعني انا لو عملت دراسه على اسره متماسكه واشوف اولادهم بعد ما يتجوزوا هيبقوا ايه مش هيحصل حاله انفصال لو انا جبت انا لاحظتها اكتر من مره دايما وابدا ان اللي بيطلعوا بيبقى الاب والام عندهم نفس التجربه او في الاعلى او في الاقل او مدلعين ولادهم زياده مطلعينهم استسهل مفيش مسؤوليه يعني بس لا موضوع الطلاق ده حاجه سهله ما ده ابويا اتطلق واتجوز واحده ثانيه بقت دلوقتي حاجه سهله فاصبح الموضوع بس زمان سهل. ما كانش زي سهل زي الواحد بيرتكب خطا او جريمه في الاول بتبقى صعبه بعد كده تبقى ايه سهلة. يعني ربما ممكن يعني طبعا مش اي بيت الاهالي يعني فيه مطلقين ده سبب او يعني انا قريت بره المتولي الشعراوي يعني عجبني لما بيقول ليس الخير ليس الشر الذي يؤدي الى خير هو شر وليس الخير الذي يؤدي الى شر هو خير بمعنى اخر ان انا لما بقعد يعني اعيد التلفزيون يعني في مسلسلات تبقى هادفه يعني انا بصراحه زي مسلسل مثلا ابو العروسه ده مسلسل هادف وجميل ممكن تتفرج عليه انت ولادك في مسلسل انا مجرد ما بقعد واشوف الالفاظ والاسفاف الخلقي واللفظي انا بتكسف اقعد جنب اولادي يبقى اذا وبعد يبص يروح جايب مثلا الست يعني تبقى تعبانه وطالعه من المطبخ مع العيال ويروح جايب لك واحده من السواقه في التلفزيون هيبص وهي عكسه برضه لو الراجل مش مهتم بلبسه هتلاقي مسلسل فالقصه كلها قصه ازاي انا ما اخلطش الواقع
او الحاجات اللي انا بشوفها دي بواقع اللي انا عايش. هو خليني برضو اضيف على كلام حضرتك وهو مش مختلف عنه، احنا للاسف اتربينا برضو على فكره في افلامنا وفي مسلسلاتنا فكره ان نقعد نسمع واحنا اطفال. على فكره الكلمه دي انا سمعتها وفاكراها كويس قوي من وانا طفله، كنت اسمعها ان في الافلام يقولوا على زوجاتهم الحكومه. طب انت دلوقتي بتربي جيل ازاي؟ دايما نقعد اصل الحكومه على التليفون، دايما كنا بنسمع او بنفهم ان اتنين متجوزين لما الراجل مراته بتكلمه او روح او بتاع ان هو مش طايقها. فانا انا اتربى دلوقتي كشاب يعني طفله صغيره عايزه بقى اكبر وافهم يعني ايه جواز، لما افهم ان انا جوزي من ظهري هيقول الحكومه او يعني ابسط المصطلحات. ف لا هذا يعني فدي هو هو مشكله ضغوط الحياه. معلش يعني الاب يعني بيبقى مش مشغل في لقمه عيشه واكل عشان يوفر اكل، وهي بتبقى وكمان بتشتغل وبتشتغل في البيت يعني بتشتغل أيوة بره يعني هي بتعمل شغله وبتعمل دور تاني. فتخيلي كل الضغوط دي على الاثنين. فانا لو انا يعني فكتر خيرهم يعني مع الحياه المعيشيه. خليني اكمل بس يا سياده المستشار كمان نقطتي. على الصعيد الثاني لما دلوقتي بنتفرج على افلام مثلا امريكاني او غيره بتشوف قد ايه حتى لو البطل في كارثه حقيقيه ان هو دايما بيفكر في مراته وفي ولاده. يعني بنسبه كبيره الافلام دي او دي الثقافه اللي بتنتشر هناك. فشوف المجتمع ده هيبقى عامل ازاي والمجتمع ده عامل ازاي. انا لما اقعد اغذي الاطفال والشباب ان الجواز ده خنقه وان الراجل لازم يخون وان لازم يتجوز كذا واحده وان هي برده مش عارف ايه، فانا هربي جيل عامل ازاي؟ ما كل حاجه ليها نتيجه. ما احنا مش عايشين لوحدنا يعني. طبعا الاعلام والدراما والسينما طبعاً. والكتابه اللي بتتكتب كل ده مهم جدا. طيب الوقت بيجري استاذه عبير، بحكم طبعا شغلك وممارستك في هذا الملف تقدري دلوقتي نقول نصيحه للشباب بقى اللي مقبل على الجواز او مقبل على الطلاق، تنصحيهم ازاي؟ اختاروا صح، لازم يبقى عندهم اسس للاختيار الصحيح عشان هو ده اللي هيخلي حياتهم تمشي. اذا كان اختيارهم خاطئ حياتهم مش هتمشي. فلازم يعني يقعدوا يتكلموا مع بعض، يعملوا تستات، في تستات كتيره قوي موجوده على الانترنت ممكن الاثنين يعملوها مع بعض بشفافيه عشان ما يبقاش في كذب وبعد كده الصوره تتغير بعد ما يتجوزوا، لان دي الحالات اللي بتحصل، كل واحد بيوري احلى ما فيه وبعد كده بعد الجواز بيظهر بقى الحقيقه. فاذا مش عايزين الطلاق بعد كل المصاريف اللي هم بيتكبدوها هم واهاليهم، لازم من دلوقتي يشتغلوا على اختيارهم الصح. طب لو حد دلوقتي يعني بيفكر في انفصال او غيره برضه بتنصحيه يعمل ايه؟ يروحوا فين؟ لازم يروحوا لحد مختص يقعدوا معاه يتكلموا برضه بشفافيه عشان يعرفوا فين المشكله يحللوها لو هي قابله للحل، لانه في حاجات ممكن تكون صفات وفي حاجات عادات، الصفات مش بتتغير العادات هي بتتغير لو وصلوا لكمبرومايزنج الاثنين. فهي دي لازم تعمل. تمام جدا سياده المستشار، نصيحه اخيره كده من غير ما ناخدها للراجل او للست. نصيحه في العموم لثلاث اطراف. طب بس انا هستاذنك سريعا، الذي لم يتزوج والطرف الثاني الذي تزوج والطرف اللي طلق. الطرف الذي لم يتزوج نعمل بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، واصفر بذات الدين تربت يداه. يعني اخذ اللي على خلق وملتزمه على او ملتزم وعلى خلق. مش هقول محجبه، مش هقصد ده، لان في الاخلاق ما بتكلمش ده، ما لهمش علاقه بالاخلاق خالص. ناخد حد انا بتكلم على الخلق الالتزام بالدين. انا بقول بقى نصيحه للمتزوجين، انا عارف ان انتوا في الحياه صعبه، يعني انا ارجوكم انتوا عندكم اولاد حاولوا تتجاوزوا خلافاتكم بقدر المستطاع. الطلاق مش ميزه واولادكم هيتدمروا. تمام. للي هم بعد الطلاق اقول للزوجه او للمطلق اتقي الله في اولادك، اصرف عليهم وتابعهم. بس كلام محترم سياده المستشار، بشكرك وبشكرك استاذ عبير جدا. وسريعا جدا والله لو فهمنا، طبعا انا مش خبيره يعني بس انا بحاول ابقى فاهمه برضو ان الموضوع او الجواز بالنسبه لي حسب مفهومي هو مش حرب. يعني احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا الاثنين عايزين نعلي بعض، احنا الاثنين عايزين نعمل بيت، عايزين نجيب اولاد سليمه ناجحين ونبقى احنا كمان ناجحين قدامهم عشان يقدروا يبقوا ناجحين. اهم حاجه في الدنيا ان انت تربي عيال او اطفال فعلا تبقى ناجحه في المجتمع وتبقى فخور بيها بعد كده. انا بشكر حضراتكم جدا جدا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الحياه اليوم السبت الجاي. مع السلامه.